ازاي حضرتك يا استاذ عماد؟ وحشنا جدا والله يا ريس. ده محمود بيه جاب الله اللي بيقول لك محمود جاب الله اللي بيسلم عليك يا دكتور محمود بيه. ازيك يا فندم؟ معلش خلاص يا فندم، ازاي حضرتك؟ انت عارف يا دكتور محسن بتوع الضرايب بيحنوا للضغط طبعا. طبعا يا فندم، ده على دماغنا طبعا. طبعا يا فندم، ده شرف لينا، ده تاريخ مش هنقدر يعني نعتز بيه طبعا جدا. لا، والدكتور محسن والاستاذ طلعت من الشخصيات المحترمه اللي في المصلحه. الحمد لله الحمد لله، ربنا يوفقهم دايما يا رب. ربنا يخليك يا محمود بيه. ازيك يا استاذ زكريا؟ يا دكتور زكريا، اهلا بحضراتكم، واهلا بيك يا فندم، واهلا بدكتور مصطفى، واهلا بدكتور عبد الرسول، واهلا بكل دكاترتنا واساتذتنا الافاضل. دايما كده النشاط والحيويه يا دكتور زكريا، وربنا يوفقك دايما يا رب. حاجه بسيطه جنبكم بس اساتذتنا، يعني بنعمل حاجه يعني. والله ده الواحد بيسعد، الواحد بيسعد لما يلاقي جهد متواصل كده، يعني دي اهم حاجه. ماشي، ربنا يديك الصحه ويوفقك، ويعني دايما في الخير كده يا رب ان شاء الله. يا رب يا فندم، شكرا جزيلا لك. حبيبي يا استاذ هاني عطار، احنا نسمي لها دكتور بقى ونقفل الصوت بعد اذنكم. دكتور عبد الرسول، دكتور مصطفى، دكتور محسن، طلعت بيه، اهلا بيك. ماشي، افتح من عندك يا دكتور محسن لو سمحت. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. في أمسية جديدة من أمسيات شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، نسعد بكم جميعا زملاء في المهنة، محاسبين وضرائبيين. نلتقي اليوم في الندوة رقم 144 من الندوات التي تنظمها الشعبة في سبيل أداء رسالتها لرفع مستوى الوعي المحاسبي والضريبي في المجتمع المصري. هذه الندوات التي تنظمها لجنة التدريب والتعليم المهني المستمر بالشعبة من خلال الشعبة التي تنتمي إلى النقابة العامة للتجاريين في مصر، بدعم من الأخ العزيز الأستاذ أنور هراس نقيب التجاريين، والأخ العزيز الأستاذ عادل ياسين أمين عام النقابة، الذين تفضلوا مع زملائهم من أعضاء مجلس النقابة باعتماد التشكيل الخامس للشعبة في 22 أغسطس 2020 لتستكمل الشعبة رسالتها. وتشكلت لجان من خلال الشعبة، منها لجنة التدريب والتعليم المستمر التي يرأسها أخي العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر خبير الضرائب في الأمم المتحدة ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق والمحاضر ب جامعة حلوان وغيرها من الجامعات المصرية. في ظل الشعبة التي يرأسها أخي العزيز الأستاذ الدكتور محمود السيد الناعي أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة المنصورة ونائب رئيس جامعة الدلتا الأسبق، وعضوية زملائي الأعزاء الأستاذ عماد الجندي أمين عام الشعبة ومقرر لجنة التدريب، الأستاذ أسامة ميل مقرر لجنة معايير المحاسبة والمراجعة الصادر بها قرار من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ شريف نايل عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، والأستاذ عبد الجواد شهبة المحاسب القانوني، والعبد لله عضو لجنة التدريب. في كل موضوع جديد
لابد أن يكون لنا سبق. وعندما كثر الحديث خلال الأيام الماضية حول البلوجرز واليوتيوبرز والمؤسسات الرقمية، كان لنا السبق في إقامة ندوة يوم الثلاثاء الماضي، تحدث فيها الدكتور مصطفى عبد القادر عن المعاملة الضريبية للمؤسسات الرقمية بالتطبيق على شبكة القيمة البلوجرز واليوتيوبرز، وأشار الحديث إلى المعاملة الضريبية لهذه الأنشطة في مجال ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة. استكمالا للموضوع، كان لابد أن نستمع إلى رأي ممثلي مصلحة الضرائب، ولذلك دعونا أخي العزيز دكتور محسن بيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، وكما علمت أخيرا المتحدث الإعلامي باسم المصلحة، يحدثنا في هذا الموضوع من جانب ضريبة القيمة المضافة، كما دعونا أخي العزيز الأستاذ طلعت عبد السلام المدير العام بالمكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية ليحدثنا حول هذا الموضوع فيما يتعلق بضريبة الدخل. حتى تكتمل الصورة، نستمع من خارج المصلحة ونستمع من داخل المصلحة لتتضح الصورة لمزاولي هذه الأنشطة ولزملائنا المحاسبين والضريبيين الذين سيكون لهم دور في هذه المعالجات الضريبية لهذا النشاط، نشاط المؤسسات الرقمية شبكة القيمة بالتطبيق على البلوجرز واليوتيوبرز. فأهلا بضيوفنا وأهلا بزملائنا حاضري الندوة من المتحدثين والمعقبين. لهذا سيكون المتحدثون في هذه الندوة أخي العزيز الدكتور محسن الجيار، أخي العزيز الأستاذ طلعت عبد السلام، أخي العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر. نبدأ حسب قدم الضريبة، فندعو أخي العزيز الأستاذ طلعت عبد السلام المدير العام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ليحدثنا عن هذا الموضوع من وجهة نظر ضرائب الدخل. والأستاذ طلعت ليس غريبا عنا وليس غريبا عني بصفة خاصة، فقد كان طالبا في كلية التجارة جامعة طنطا في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، تعاملنا وعلى المستوى المهني مأموريات الضرائب المختلفة كانت له أيادي نظيفة في إجراءات الفحص والاتفاق والمراجعة وهكذا، ونأمل أن يكون له دور بارز في المكتب الفني لرئيس المصلحة. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك دكتور عبد الرسول وتحيات لكل أساتذتي الموجودين. حضرتك طبعا قلت ان الدكتور مصطفى عبد القادر اتكلم الثلاث اللي فات وكان في ندوه ما كانش ليا حظ ان انا يعني استمع اليها او اكون مشارك فيها. احنا ممكن نعيدها عشان خاطرك. بس هو بعد ما الدكتور مصطفى عبد القادر اتكلم محدش يتكلم تاني، يعني محدش يتكلم تاني، فهو طبعا استاذنا واحنا اتعلمنا منه كتير جدا، واحنا صناعه مدرسه واحده يا استاذ طلعت. ربنا يبارك لك يا دكتور يا رب، ربنا يبارك لك، احنا تلامذة حضرتك يعني. طيب انا هتكلم عن ضريبة الدخل، هحاول كده ان انا يعني اختصر في الحديث واحاول ان انا اركز على بعض النقاط الاساسية اللي انا حابب ان هي اعرضها على حضراتكم. يعني بيجي نتكلم، الناس عارفة يا استاذ طلعت ان انت وسيم، فهل في مشكلة في اظهار الصورة؟ والله ابدا، انا بس لسه نازل من المكتب ويعني مش عارف يعني يعني بالعافيه كده يعني حاولت ان انا ادبر الوقت عشان اتكلم وكده يعني، فمعلش معذره يعني. اتفضل يا استاذ. الله يخليك.
ما بيجي نتكلم عن المؤسسات الرقميه، بنتكلم عن التجاره الالكترونيه، بنتكلم عن تسويق عقاري الكتروني، يوتيوبرز جلوبرز وغيرها. هي صور متعدده من الانشطه اللي بتمارس من خلال شبكه الانترنت، واللي بيطلق عليها على العموم الاقتصاد الرقمي. يعني بشكل عام كده اقتصاد رقمي، احنا بنقول هنا في النهضه بتاعتنا مؤسسات رقميه، وعلى سبيل المجاز برضو خلينا نقول ان اللفظ الشائع لكل ده مجازا كده بيقولوا عليه التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه انتشرت في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا، ساعد على انتشارها طبعا الظروف المصاحبه لجائحه كورونا، واصبحت بتمثل رقم مهم في حجم التجاره الداخليه في مصر. مع نهايه سنه 20 رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه بوزاره التموين اعلن ان حجم التجاره الالكترونيه في مصر بلغ 400 مليار جنيه من تريليون و200 مليار اللي هو اجمالي حجم التجاره الداخليه. يعني التجاره الالكترونيه بتمثل تقريبا 30% من حجم التجاره في مصر. لذلك اصبحت التجاره الالكترونيه محل اهتمام من مصلحه الضرائب. انشانا وحده للتجاره الالكترونيه داخل المصلحه. وحده التجاره الالكترونيه ليس من اختصاصها فتح ملفات او محاسبه ممولين، ولكن هي ليها هدف محدد، عمليه حصر وتتبع كافه التعاملات اللي بتتم عبر المنصات الالكترونيه وتحديد من يقوم بها، ونشوف اذا كان فاتح ملف ولا لا، ونبدا نديله التوعيه عشان خاطر يبقى موجود معانا جوه المنظومه. لما انشانا وحده للتجاره الالكترونيه في حقيقه الامر احنا عندنا رؤيه لدى مصلحه الضرائب. احنا يعني بنسعى طول الوقت لمحاصره الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الرسمي. الاجراءات دي بدات من فتره، الاساس فيها كان عمليه الملكنه والتحول الرقمي. مش كلام ولكن هو فعلا واقع موجود دلوقتي في مصلحه الضرائب، بدءا من الاقرار الضريبي الالكتروني، فاتوره الالكترونيه، الايصال الالكتروني اللي بيتم تطبيقه دلوقتي بشكل تجريبي. لو قدرنا ان احنا نحقق الرؤيه دي يبقى احنا حققنا خطوات مهمه جدا في مساله العداله الضريبيه وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع المختلفه. يعني مش هطول كتير في المقدمه، بس لما نيجي نحب بقى نتكلم عن المعامله الضريبيه للمؤسسات الرقميه، يعني انا حابب في الاول ان انا احط كده يعني قواعد مهمه جدا في المساله دي. اما بيجي قانون الضرائب ونيجي نبص على قانون الضرائب نلاقي ان هو ما بيفرقش في المعامله الضريبيه بين التجاره التقليديه والتجاره الالكترونيه. الاثنين قدام القانون سواء، انت في الاخر ممول، ليك حقوق، عليك التزامات، اهمها على الاطلاق فتح ملف ضريبي وبعدين تقديم الاقرار الضريبي في مواعيده القانونيه. بمعنى ان حضرتك، ودي مثال، حضرتك عندك محل ملابس في وسط البلد، انا عندي صفحة على الفيسبوك ببيع من خلالها ملابس، القانون لما بيجي يتعامل معنا احنا الاثنين ما بيفرقش بيننا باختلاف الوسيلة اللي بنمارس بيها النشاط ابدا على الاطلاق. انا وحضرتك قدام القانون سواء، ويتعامل معنا نفس المعاملة. دي الحاجة الاولانية اللي كنت عايز اكد عليها. الحاجة الثانية، القاعدة الثانية اللي انا عايز اكد عليها وبيأثر ليها وبتحكمها المادة 32 بند 3 من القانون 91، إن أي إيرادات، وأنا هنا بتكلم طبعا بلغة مختلفة، بتكلم مع يعني طبعا أساتذة ليا، ناس متخصصة جدا، فبيبقى مهم جدا الأساس القانوني بتاعنا وإحنا بنتكلم. أي إيرادات، المادة 32 بند 3 بتتكلم لي وبتقول لي، بتحط لي قاعدة مهمة جدا وبتقول لي إن أي إيرادات ناتجة من أي مهنة أو نشاط، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج وكان مصدر المهنة أو النشاط ده في مصر، ده إيراد خاضع للضريبة. نأكد تاني على القاعدة دي، إن أي إيراد بيحققه أي ممول أو أي شخص ناتج عن أي مهنة أو نشاط، ده هو في نظر القانون إيراد خاضع للضريبة. ولما نيجي بقى نتعامل معاه ضريبيا لازم نصنف الإيراد ده حسب مصدره. يعني لما يجي، وأنا بتكلم هنا في إطار الأشخاص الطبيعيين باعتبار إن هم اللي هم الممولين الأفراد، باعتبار إن هم يعني الشكل الغالب وبشكل كبير والأعم كمان في مسألة التجارة الإلكترونية
على صفحات التواصل الاجتماعي. لما بنيجي نتكلم وبيقول لي انا والله انا عندي نشاط من خلال الانترنت من خلال شبكه الانترنت والنشاط ده بيحقق لي ايراد، فبقول له خلاص طالما ان هو بيحقق لك ايراد انت بقيت بالنسبه لي او انت بقيت في نظر القانون ممول، والايراد اللي انت حققته ده ايراد خاضع للضريبه. بس احنا لما بنيجي نتكلم بقى في المعامله الضريبيه وهنخضعك للضريبه ازاي، لازم نصنف الايراد ده حسب مصدره، زي الماده 6 ما قالت لي كده، فقالت لي ان الشخص الطبيعي اللي هو الممول الفرد ده الايرادات بتاعه بتبقى بتاخد صوره من 4، اما ان هي مرتبات، وبنقول على الايراد ان هو ايراد مرتبات لو كان مصدره العمل لحساب الغير، يعني عمل وتبعيه. الصوره الثانيه اللي هي ايرادات النشاط التجاري والصناعي، وبنقول في الحالة دي على الإيراد إنه إيراد تجاري أو صناعي إذا كان مصدره العمل ورأس المال. إيرادات المهن غير التجارية اللي هي الصورة الثالثة، بنقول على الإيراد إنه هو إيراد مهن غير تجارية إذا كان مصدره العمل وبصفة مستقلة، يعني شخص مصدر إيراده عمله وبيعمل بشكل مستقل لحساب نفسه. الصورة الأخيرة من الإيرادات اللي هي إيرادات الثروة العقارية، مصدر الإيرادات دي رأس المال، أنا عندي رأس مال اشتريت شقة أو وحدة إدارية بأجرها إيجار محدد مدة أو مفروش، هنا ده بنقول عليه أو بيطلق عليه إيراد ثروة عقارية. فلما بنيجي نتعامل مع الشخص الطبيعي ونقول ويقول لي إن أنا حققت إيراد، وبعدين أقول له تعالى بقى ده أنت هتبقى خاضع للضريبة، فلازم في الأول خالص إحنا نصنف له الإيراد اللي هو حصل عليه ده لصورة من الأربعة اللي أنا عرضتها على حضراتكم. التصنيف ده مهم جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأنه هيحدد الطريقة ومجموعة المواد اللي أنا مفروض أن أنا أطبقها على الإيراد ده عشان أوصل لصف الإيراد الخاضع للضريبة. لأن احنا كلنا جميعا بنعلم لما بنيجي نتكلم عن ضريبة الدخل احنا بنتكلم عن ضريبة تؤخذ من صافي الإيراد أو صافي الربح، لأنها ضريبة مباشرة أبقاها بيقع عليا، مصلحة الضرائب بتاخدها مني بشكل شرعي جدا من جيبي. فيبقى الطبيعي جدا في ضريبة الدخل ان احنا لما نيجي ناخد ضريبة احنا ناخد من صافي الإيراد او صافي الربح. فلما بنيجي بقى نوصل لصافي الإيراد او صافي الربح ده، كل إيراد من الاربع انواع من الإيرادات اللي احنا اشرنا اليهم ليه سكة وليه طريقة مختلفة تماما، وليه جوه القانون 91 مجموعة مواد لازم أطبقها على الإيراد ده هو عشان خاطر أقدر أوصل لصاف الإيراد الخاضع للضريبة. دول قاعدتين كان مهم جدا إن احنا نحطهم قدام عينينا كده وإحنا بنناقش الموضوع. القاعدة الأولية إن القانون ما بيفرقش في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية. حاجة التانية إن أي إيراد بيتحقق عندي هنا داخل مصر هو إيراد خاضع للضريبة، وعند المعاملة الضريبية له يجب تصنيفه إلى مصدره، وبالتالي يجب أن أنا أصنفه لنوع من الأربع أنواع اللي المادة 6 حددتهم. طيب ما بنيجي بقى نخش على الاقتصاد الرقمي أو المؤسسات الرقمية أو التجارة الإلكترونية، ونيجي كده نبص على صور الأنشطة اللي بتمارس من خلال شبكة الإنترنت، هنبص نلاقينا ان احنا بنصنفها اما ان هي نشاط تجاري او انها نشاط غير تجاري. لما اجي اتكلم عن المعاملة الضريبية لضريبة الدخل لازم نفرق يا جماعة، لازم نفرق بين من يمارس هذا النشاط او من يمارس هذه المهنة، هل هو شخص طبيعي او شخص اعتباري. لان احنا عارفين ان في فرق في المعاملة الضريبية بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. وبشكل مبسط كده، بشكل مبسط خالص، الشخص الطبيعي اللي هو الممول الفرد، أما الشخص الاعتباري بشكل مبسط خالص فهو الشركات. لما جه القرار 91 وصنف الممولين اللي احنا بنتعامل معاهم لشخص طبيعي وشخص اعتباري، هو بيصنف على طول أنا وصل لي إن هو هيفرق بينهم في المعاملة الضريبية. وبالتالي أصبح في ضريبة تفرض على الشخص الطبيعي اللي هي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وضريبة أخرى تفرض على الشخص الاعتباري اللي هي الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، ولكل ضريبة أحكامها. ف
فلما نيجي بقى ونيجي نحب نتكلم على المعاملة الضريبية للأنشطة اللي بتمارس من خلال شبكة الإنترنت، فلازم في البداية كده لازم نصنف مين اللي مين اللي بيزاول هذا النشاط، هل هو شخص اعتباري ولا هو شخص طبيعي. وده أنا حبدأ أتكلم بالشكل ده، يعني أنا حبدأ أتكلم في السكة دي، حبدأ أفرق بين الاثنين. هتكلم في الأول عن المعاملة الضريبية للأشخاص الاعتبارية. يعني أنا طبعا مش هأسهب طبعا في أحكام قانون ومواد والقصة دي كلها، لأن أنتوا أدرى يعني بيها مني، وأنا مش عايز كمان أضيع وقت حضراتكم في مسائل كتيرة يعني معروفة لنا كلنا، ولكن أنا حابب إن أنا يعني أركز على بعض خمس ست نقاط كده في المعاملة الضريبية للأشخاص الاعتبارية، باعتبار إنها ممكن تبقى مهمة بالنسبة لنا. فلو النشاط اللي بتتم مزاولته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي المؤسسات الرقمية اللي احنا بنتكلم عليها دي، لو المؤسسات الرقمية دي الشكل القانوني ليها شركة، يبقى إذن دي شخص اعتباري، وهناك العديد من الاعتبارات اللي بتحكم المحاسبة الضريبية للأشخاص الاعتبارية. أنا حابب إن أنا أركز على كم نقطة كده نوضحها لحضراتكم. لما أقول إن أنا عندي مؤسسة رقمية وبتزاول نشاط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، على طول أبقى فاهم إن الأرباح المحققة من خلال هذه المؤسسة الرقمية الضريبة اللي هي هتقضى عليها، اسم الضريبة اللي هتقضى عليها اسمها الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. ولما أقول كده هبص ألاقي نفسي لازم أتكلم في قصة تانية، إن الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية دي بيحكمها في القانون مجموعة من المواد. يعني لما نيجي نقول ان انا عندي شركة، الشركة دي او مؤسسة رقمية بتزاول نشاط من خلال شبكة الانترنت، يبقى هي بتقضى على الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية. كلام واضح. طب الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية دي هي سكتها ايه؟ طب التفاصيل بتاعتها ايه؟ كل ده حضرتك ما نخش جوه القانون 91 هنلاقي بتحكمنا في جوه القانون 91 مجموعة من المواد، مجموعة من مواد القانون فيها الأحكام المتعلقة بالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، اللي هي المواد من مادة 47 للمادة 55، وبتقابلها في اللائحة من مادة 53 للمادة 69. مجموعة المواد دي اللي هي جوه القانون وجوه اللائحة دي هي دي مجموعة المواد اللي بتحكم الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية اللي ممكن ترضى عليها المؤسسة الرقمية إذا كان الشكل القانوني بتاعها شركة. ما بنيجي نتكلم بقى عن الشركات، هنا بقى في الشركات عكس الأشخاص الطبيعيين يا جماعة، يعني إحنا في الشركات لا نحتاج إلى تصنيف الإيرادات اللي بتحصل عليها المؤسسة، يعني ما فيش تصنيف، يعني مش هقول نشاط تجاري وصناعي، مش هقول نشاط مفيش مرتبات هناك، مش هقول نشاط تأجير ثروه عقاريه، مفيش الكلام ده، لان القانون لما جه يتكلم، ويمكن بس الشركات المهنيه ليها معامله خاصه كده هقولها في الاخر، بس بشكل عام كده مفيش التوصيف ده، لان القانون لما جه فرض ضريبه قال احنا هنفرض ضريبه على جميع الارباح التي تحققها الاشخاص الاعتباريه على صافي الارباح الكليه. قال كده، قال هتقضى على الضريبة صافي الأرباح الكلية دون تصنيف. طب أنا لو أنا مؤسسة رقمية وفي جزء من إيراداتي أو جانب الأكبر من إيراداتي بيتحقق جوه مصر هنا، وأنا شركة مقيمة، شركة تأسست وفقا لقانون قانون مصري، أو توافرت فيها أي شرط من شروط الإقامة، انا شركه النشاط بتاعي او المهنه او النشاط المهني اللي انا بزوله هنا او النشاط التجاري جوه مصر هنا في الغالب، ولكن انا في بعض الايرادات انا بقدر ان انا احققها من خارج مصر. طب القانون هنا هيتعامل معايا ازاي؟ يبدا القانون هنا يحط قاعده في الماده 47 ويقول لي والله الاشخاص الاعتباريه المقيمه ديت احنا بنحاسبها عن كل الارباح، سواء هذه الأرباح تحققت جوه مصر أو تحققت خارج مصر. فبقى في عندنا إشكالية. الإشكالية إيه؟ الأرباح اللي جوه مصر هتقضى عندي للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، خلاص ده كلام
ما فيهوش مشكله ومفهوم. طب الارباح اللي انا بقى كشركه حققتها خارج مصر، انت جاي تقول لي ان انا هاخد منك في مصر هنا ضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه؟ اقول لك ايوه. تقول لي طب ما انا عندي مشكله، الدوله الاجنبيه اللي انا اللي انا حققت فيها هذا الايراد هي كمان هتخضعني عندها للضريبه. فبيبدا يبقى في عندنا يعني قاعده كده، اذا كان في اتفاقيه فالاتفاقيه هي اتفاقيه منع الزواج ضريبي، فالاتفاقيه هي اللي هنا بتحكم المعامله الضريبيه. طب لو ما فيش اتفاقيه فبيبدا القانون يحل هذه الاشكاليه من خلال الماده 54 ويقول لي انا هخضع لك الارباح اللي تمت خارج مصر للضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه، بس مع هيبقى ليك الحق انك انت تخصم الضريبه الاجنبيه، الضريبه اللي انت سددتها في الخارج، بس طبعا بضوابط، بكل الضوابط اللي هي وارده في الماده 54. يعني مش هتكلم طبعا في التفاصيل بتاعتها لان هي معروفه للجميع، بس انا باكد هنا ان لما بنيجي نتعامل القانون يتعامل ضريبيا مع الاشخاص الاعتباريه، مع المؤسسات الرقميه اللي هي شركات، لو هي نشاطها جوه مصر هنا انا ما بصنفش، لان الضريبه بتفرض على صافي الارباح الكليه. اذا كانت الشركه او المؤسسه الرقميه مقيمه وتحقق جانب من الارباح داخل مصر وجانب اخر من الارباح خارج مصر، فانها تخضع للضريبه على الارباح الاشخاص الاعتباريه عن كل ارباحها سواء داخل مصر او خارج مصر، مع حقها في خصم الضريبه الاجنبيه بالضوابط الوارده في الماده 54. طيب ما هنيجي ناخد ضريبه على المؤسسات الرقميه ديت، هناخد ضريبه كام؟ سعر الضريبه اللي حضراتكم كلكم عارفينه اللي هو 22.5%. طيب توزيعات الارباح اللي بتجريها هذه الشركات، هل هتخضع للضريبه على توزيعات الارباح؟ توزيعات الارباح اللي هتجريها هذه الشركات اذا كانت واخده شكل شركه اشخاص او شركه اموال، فتوزيعاتها في هذه الحاله هتخضع للضريبه على توزيعات الارباح. القانون حدد بشكل واضح تماما وقال ان الجهات اللي هتخضع توزيعاتها للضريبه هي شركات الاشخاص تضامن توصيه بسيطه وشركات الاموال بتقسيمتها، وبخلاف ذلك مفيش اي شخص اعتباري اخر توزيعاته بتخضع للضريبه على توزيعات الارباح. وبالتالي نفس الكلام بيطبق على المؤسسات الرقميه، اذا كانت واخده شكل شركه اشخاص او اموال في الحاله دي التوزيعات بتاعها بتخضع للضريبه على توزيعات الارباح. النقطة قبل الأخيرة في الشركات، طب لو إحنا حققنا خسارة، حضرتك حققنا خسارة في إحدى السنوات والخسارة دي ضريبية وتم اعتمادها من جانب مصلحة الضرائب، ودي مسألة صعبة شوية بس ماشي مش مشكلة يعني. طيب لو طيب لو حققنا خسارة الوضع هيبقى إيه؟ يحق لينا طبعا ترحيل هذه الخسائر لمدة 5 سنوات بالضوابط الواردة في المادة 29 والمادة 55 من القانون 91. النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم عليها في المؤسسات الرقمية اللي هي الشركات اللي بتمارس نشاط رقمي بس بتمارس نشاط مهني، زي ما كنا بنقول بقى اليوتيوبرز والجلوبرز، وممكن يبقى فردي وممكن يبقى شركة، ولما نقول شركة مش شرط ان يبقى في عقد لهذه الشركة. المادة 54 من اللائحة جات قالت بشكل واضح ان الشركة المهنية قد تكون بعقد وقد تكون من غير عقد. طيب هنتعامل معها ازاي الشركات المهنية دول اللي هم صناع المحتوى لو انا في عندي حالة بالشكل ده؟ بمنتهى البساطة المسألة واضحة واللائحة حددت المسألة ديت، جات في المادة 54 وقال لك الشركات المهنية بنطبق، هي بتعمل معاملة الأشخاص الاعتبارية وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، بس هو يعني نظرا لطبيعتها ميزها كده وقال لي والله الإيرادات بتاعتها لما نيجي نحددها تحدد على الأساس النقدي، أما المصروفات فتحدد على أساس الاستحقاق. يعني دي كانت أهم النقاط اللي أنا يعني حابب. دي كانت أستاذ طلعت، اتفضل يا دكتور. أنا عاوز أستأذنك يعني في إنه
المدخل اللي حضرتك بتبني عليه الكلام انه مفيش خلاف في المعاملة الضريبية بين المؤسسات الرقمية وغيرها من الأنشطة، واستعراض حضرتك لسعر الضريبة والشرائح وما إذا كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري. يعني أنا لو حسمع الكلام ده لأول مرة أقول يعني معنى كده إن الأنشطة الرقمية والمؤسسات الرقمية دي خضع للضريبة من يوم ما صدر القانون 91 لسنة 2005، أما اللي هي المصلحة جاية تتكلم عنها هي والوزارة سنة 21 بعد 15 أو 16 سنة من صدور القانون 91. نمرة 2، حضرتك كنت في مأموريات جغرافية، الأنشطة العادية والملموسة للشخص الطبيعي أو للشخص الاعتباري ممكن حصرها بطريقة أسهل. أنا مش متصور كيف تقوم مصلحة الضرائب بحصر الأنشطة الرقمية وفتح ملفات ضريبية لها ومحاسبتها ضريبية، وخاصة إذا كانت هذه الأنشطة بتمارس من خارج البلاد. نحل اللغز ده إزاي؟ المعنى كده أن المصلحة كانت ساكتة عن الموضوع 16 سنة، وإيه اللي صح الموضوع الأيام دي؟ طيب هو يعني هل فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية أو على المؤسسات الرقمية هل هي مسألة جديدة؟ لا طبعا مش مسألة جديدة على الإطلاق، ولكن المسألة دي موجودة من صدور القانون 91، يعني بشكل كده سهل خالص. وأنا قلت إن احنا عندنا مادة 32 بند 3 وقالت إن أي إيرادات خضع للضريبة. طب إيه اللي صح الموضوع النهاردة بعد 16 سنة؟ نعم. القصة اللي أنا قلتها في المقدمة، إن أنا قلت لك في المقدمة حضرتك وكنت بتكلم إن في الفترة الأخيرة ديت بقى ظاهر على السطح قوي مسألة التجارة الإلكترونية، ما بقاش في أسرة إلا وفي أحد أفرادها ليه صفحة على شبكة الإنترنت بيمارس من خلالها إما نشاط تجاري أو نشاط مهني. بدأت هذه الأنشطة في الفترة الأخيرة خصوصا بعد جائحة كورونا وتغير عادات وأساليب البيع والشراء داخل المجتمع المصري يبقى ليها أهمية كبيرة جدا. كنت بقول لحضرتك أن وزارة التموين مع نهاية سنة 20 بتقول أن التجارة الإلكترونية أصبحت بتمثل 30% من التجارة الداخلية في مصر. كل ده أكيد لفت نظر مصلحة الضرائب، وبدأنا قدام معادلة صعبة جدا. هل الناس ديت يعني لو كان ما كان في الفترة السابقة ديت كانوا يعني كان من ناحية الضريبية كده كانت مهمشة شوية لأنهم ما كانوش ظاهرين وما كانش فيه الأرباح اللي بتتحقق دلوقتي، طب هل من العدالة إن أنا أحاسب الراجل اللي هو فاتح محل وسط البلد ده وعنده تكاليف وعنده مصروفات وأسيب واحد بيمارس نفس النشاط عشان خاطر إن هو بيمارسه بطريقة أو بوسيلة مختلفة؟ طبعا هذه المسألة لا تحقق أي نوع من أنواع العدالة لو أنا فرقت في المعاملة الضريبية، ولكن القانون بيجي بشكل واضح تماما، قانون ما فيهوش تفرقة بين المسألة دي وبيقول لأي إيرادات بصرف النظر بقى حضرتك حققت هذه الإيرادات إزاي. فمفيش ضريبة جديدة، ولكن الضريبة موجودة من 2005. إحنا فوقنا دلوقتي أو صحينا دلوقتي أو بدأنا نهتم دلوقتي نظرا للانتشار الكبير جدا اللي حصل للتجارة الإلكترونية. طيب الأنشطة التقليدية حصرها أسهل، إزاي هنحصر ونحاسب ضريبيا أصحاب الأنشطة الرقمية؟ كلام حضرتك مظبوط جدا، بس مش معنى أن الأنشطة التقليدية حصرها أسهل وأنا قادر أمسكها وحاسبها أن أنا أترك وأسيب وأتهاون مع الأنشطة الرقمية. المسألة ممكن تبقى صعبة، ممكن تبقى جديدة علينا، طبعا هتبقى جديدة علينا، هناخد وقت شوية على ما نبدأ احنا يبقى عندنا خبرة في المسألة دي وممكن نستعين بالتجارب العالمية، ده وارد جدا. ولذلك احنا لان التجارة الالكترونية ليها خصائص بتختلف على التجارة التقليدية، احنا انشأنا وحدة للتجارة الالكترونية داخل مصلحة الضرائب، واكيد احنا لما اخترنا الناس جوه الوحدة دي كانوا ناس اكيد عندهم مواصفات مختلفة، عندهم مميزات، ناس أكثر قدرة على إن هم يتعاملوا مع شبكات الإنترنت وحصر مثل هذه الأنشطة.
انا عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا عملنا، يعني احنا لسه في البدايه، بس احنا عملنا بروتوكول مع وزاره الاتصالات. البروتوكول ده يعني بناخد منه كم من البيانات ممكن يفيدنا جدا في مساله الضريبه. احنا على تواصل مستمر مع شبكات منصات الكترونيه كبيره جدا، بناخد منها برضو ممكن نتحصل منها على بيانات. عايز اقول لحضرتك كمان الطرف الثالث، الطرف الثالث في المعامله ممكن برضو يبقى مصدر بيانات، وانا بتكلم هنا على اليوتيوبرز والبلوجرز اللي هم ممكن يخش مطعم يعمل اعلان للمطعم ده ويتجول جوه المطعم ويقعد ياكل وياخد في الاخر مقابل، انا ما اعرفش وهو مش هيقول لي، بس اكيد المطعم ده ضمن مصروفاته هتبقى فيه فاتوره دعايه واعلان، وهيبقى المبلغ اللي هو خده البلوجرز ده موجود ضمن دفاترها. انا عايز اقول البدايه ممكن تبقى صعبه، عايز اقول بمنتهى الوضوح واحنا يعني مش مكسوفين من كده، ممكن ما تبقاش عندنا خبرات كبيره في المجال ده لانه لسه مجال جديد علينا، بس المهم ان احنا بدانا، والمهم ان احنا بنحاول، ومع الوقت اكيد احنا خبراتنا هتبقى افضل وقدرتنا على الحصر والمحاسبه الضريبيه هتبقى احسن بكتير. اتفضل. اتفضل حضرتك كمل. طيب. يعني قدامك خمس دقائق عشان محسن. طيب خلاص ماشي حاضر. اما بيجي بقى نتكلم، احنا خلاص كده خلصنا الشخص الاعتبادي، اما بيجي نتكلم عن الشخص الطبيعي، يعني الشخص الطبيعي انا شايف ان هو ده الشكل الغالب في مزاولة الانشطة او المهن اللي بتتم من خلال شبكة الانترنت. زي ما بنقول كده لازم في الاول الشخص الطبيعي ده هو، وعشان خاطر في كلام كتير بدأ يتقال، بدأ يقول لي اليوتيوبرز والبلوجرز دول، يقول لي احنا لا بنبيع ولا بنشتري، وانتوا بتخضعونا للضريبة ليه؟ انا راجل مش تاجر. فاحنا عايزين بس برضو وبنجاوب على الاسئلة دي وبنوضح برضو ان مش كل الايرادات الخاضعة للضريبة هي مصدرها التجارة، ولكن زي ما كنا بنتكلم من شوية الايرادات الخاضعة للضريبة مصادرها كتيرة ومتعددة، وقد يكون من بينها العمل وقد يكون من بينها رأس المال. فلازم انا في الاول لما اجي احاسب الشخص الطبيعي لازم اصنف الايرادات اللي بياخدها الاول، لازم في البداية كده اقول دي ايرادات تجاريه ولا ايرادات غير تجاريه. المساله دي مهمه جدا لان المساله دي هتفرق معايا لما اجي احاسب ايه اللي هيطبق على الانشطه التجاريه وايه اللي هيطبق على الانشطه غير التجاريه. بشكل سريع في الثلاث اربع دقائق اللي باقيين لي كده، عشان خاطر برضو عايز ااكد على شويه حاجات. لو احنا صنفنا الايرادات اللي بياخدها الشخص الطبيعي ده على ان هي ايرادات تجاريه، خلاص يبقى الراجل ده معايا داخل في الضريبه على ايرادات النشاط التجاري والصناعي، هتبقى المحاسبه بتاعته عادي جدا زي كل الانشطه التقليديه اللي حضراتكم عندكم خبرات فيها، اما بطريقه تقدير او من واقع الدفاتر والحسابات المنتظمه. بس ده هيبقى عنده بديل، الراجل ده، الراجل اللي هو اللي بيمارس نشاط تجاري صناعي، الشخص الطبيعي اللي بيمارس نشاط تجاري وصناعي، هيبقى عنده ان هو يختار بين بديل من اثنين، اما ان هو يتحاسب طبقا للقانون 91 او يختار ان هو يتحاسب طبقا للقانون 152 لسنة 20 المتعلق بتنمية المنشآت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بتاع التجارة الإلكترونية اللي بيمارس نشاط تجاري زيه زي التجارة التقليدية بالظبط، عنده حق الاختيار ما بين القانون 91 والقانون 152، ولو اختار 152 هيستفيد بكل المميزات اللي فيه. يعني هو لو شغال يعني هو لو شغال على شبكة الانترنت من 3-4 سنين او من 5 سنين هيستفيد من ميزة العفو اللي بيقدمها القانون 152، ان هو بيروح لجهاز تنمية المشروعات وبيقدم طلب توفيق أوضاع وبياخد رخصة مؤقتة، ومن التاريخ ده بنبدأ نديله عفو عام. القانون طبعا مش احنا اللي بنديله، ولكن القانون بيبدأ يديله عفو عام أو عفو ضريبي عن كل الفترات السابقة، وبنبدأ معاه من تاريخ التسجيل. ميزة هو خدها، هياخد كمان مميزات ان هو لو رقم أعماله لحد 10 مليون جنيه هنبدأ برضو ممكن يستفيد من ميزة ان هو يتعامل بضريبه قطعيه او ضريبه نسبيه على حسب رقم اعماله، هو اللي بيحكم هذه المساله. ده لو كان نشاطه تجاري، اما اذا كان نشاطه ايرادات غير تجاريه او زي ما بنقول كده مهن حره، يعني
فهو هيبقى طبعا هنا عندي محكوم بالمواد من 32 ل 36 اللي هي المتعلقه بالضريبه على ايرادات المهن غير التجاريه، كل الاحكام هتطبق عليه. لو هيتحاسب تقديري خلاص هتبقى المحاسبه التقديري بتاعت المهن الحره، ان الايرادات مقدره والتكاليف والمصروفات بنسبه 10% حكميا، وبعدين نشيل له التبرعات. ولو هو دفاتر وحسابات هيبقى خلاص دفاتره هي الفيصل في تحديد وعاء الضريبه. اخر نقطه عايز اقولها في القصه ديت، ان طبعا اصحاب الانشطه غير اصحاب المهن غير التجاريه مش هيستفيدوا من القانون 152. قانون 152 لا يطبق على اصحاب الايرادات المهنيه او ايرادات المهن غير التجاريه، وانما يطبق فقط على اصحاب المشروعات التجاريه او الصناعيه او الخدميه. يعني انا يعني ارجو ان انا اكون في الوقت القصير اللي انا اتكلمت فيه ده قدرت احط كده بعض الملامح للمحاسبه الضريبيه المتعلقه بضريبه الدخل فيما يتعلق بالمؤسسات الرقميه. يعني انا بشكر حضراتكم وانا موجود معاكم اذا كان في مناقشه. احنا اللي بنشكرك يا استاذ طلعت، لكن قبل ما تغادرنا في سؤالين ثلاثه صغيرين كده. طبعا مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله على ان انا اعرف طبيعه النشاط محل المزاوله، هل هو نشاط مهني او نشاط تجاري، عشان مساله خصم التكاليف او المصروفات، وما اذا كان الممول ده ماسك دفاتر او مش ماسك دفاتر. بالمناسبه انا اجريت اتصال الصبح باحد المسؤولين في لجنه الممول والضريبه في الغرفه التجاريه في اسكندريه، لان فوجئت ان مصلحه الجمارك للاسف الناس اللي عاوزه تزاول نشاط التخليص الجمركي بيديله اربع جوابات. بيديله جواب لمأمورية الضرائب على الدخل عشان يفتح ملف ضريبي، ويديله جواب لمأمورية القيمة المضافة عشان يتسجل، ويديله جواب للسجل التجاري، ويديله جواب للتأمينات. قلت لهم يا جماعة الأنشطة المهنية لا تخضع لقانون التجارة، وبالتالي المستخلص الجمركي ده نشاط مهني طبقا لقرار وزير المالية اللي محدد الأنشطة المهنية. فأرجو بصفة حضرتك في المكتب الفني أن تكتب مذكرة صغيرة كده لأخونا العزيز الأستاذ رضا عبد القادر ليخاطب أخونا رئيس مصلحة الجمارك في هذا الأمر. النقطة الثانية، الأستاذ عمرو سالم بيسأل حضرتك طب هنحدد رقم الأعمال إزاي للأنشطة الرقمية دي؟ يعني إذا كان في الأنشطة الملموسة هينزل المأمور إذا كان نشاط تجاري يعمل معاينة ويدور إذا كان الراجل مش ماسك دفاتر وحسابات منتظمة. أما في الأنشطة الرقمية هتحدد رقم الأعمال إزاي؟ يعني الوحدة اللي حضرتك أشرت إلى تكوينها في المصلحة كيف ستصل إلى تحديد رقم الأعمال؟ هتعمل نسبة مشاهدة؟ هتعمل إيه؟ طيب هو طبعا يعني السؤال الاولاني اللي هو كان متعلق بمصلحه الجمارك، طبعا حضرتك محق تماما 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 في المساله ديت. طبعا التخليص الجمركي ده نشاط مهن غير تجاريه ليس له اي علاقه بالسجل التجاري او بالقصه ديت. طيب حاضر، وهنعمل مذكره حاضر وخاصه مصلحه الجمارك عشان خاطر يعني احنا عايزين نسهل على الناس شغلهم، مش عايزين نعقد الدنيا. بنقول له افتح ملف ضريبي وروح قيمه مضافه ماشي، انما انا مش عايز اعقد الدنيا برضو مع الراجل اللي هو شغال ده يعني بشكل اللي هو يخليه يبقى مش مبسوط يعني هو بيمارس مهنته. تمام حضرتك حاضر. طيب المساله الثانيه اللي حضرتك كنت بتكلمني فيها هو انتوا ازاي هتحددوا رقم الاعمال بتاع الراجل اللي هو بيحب المؤسسات الرقميه ديت. خلينا نتفق مع حضرتك ومع كل الساده اللي موجودين وانتوا مشاركين بشكل اساسي جدا مع مصلحه الضرائب في نجاح المنظومه اكيد بشكل كبير جدا. يعني مصلحه الضرائب لوحدها لا ما تقدرش تعمل حاجه، ولكن يعني جموع المحاسبين والممولين يعني هي عمليه كده ليها اضلاع ثلاثه كده. احنا ما نقدرش ننجح مصلحه الضرائب ما تقدرش تنجح لوحدها، ولكن مصلحه الضرائب بتنجح بمجهودات حضراتكم ومجهودات العاملين في المصلحه والالتزام اللي موجود لدى الممولين. خلينا اتفق معاك يا دكتور
وانت طبعا يعني في هذه المساله يعني اعتقد انك انت ليك باع كبير جدا في هذه المساله. لا حقيقي ان الاصل في المحاسبه الضريبيه هو الاقرار الضريبي للممول. القانون لما بيجي يتكلم عن محاسبه بيقول في الاول كده خالص ان الاقرار الضريبي يعتبر ربطا للضريبه. يعني ايه ربط للضريبه؟ يعني ان الاصل في الاقرار الضريبي هو هو الوسيله اللي من خلالها بنحدد دين الضريبه على الممول. فلما بيجي القانون ويتعامل مع الاقرار الضريبي بكل هذه الاهميه فبنقول للممول انت مطلوب منك انك انت تحط الايرادات بتاعه نشاطك اللي هي الايرادات الحقيقيه فعلا. وبنقول له يعني المساله دي والالتزام ده يعني هو تكلفته بسيطه جدا بالنسبه لحضرتك لانك انت في الاخر هتدفع ضريبه. في الاخر هي الضريبه والضريبه في الاخر بالاسعار اللي هي موجوده في مصر دي مهما كانت قيمتها هي بالنسبه للارباح بتاعك بتمثل قيمه ماهيش كبيره قوي. ولكن خليني اروح بقى في السكه العكسيه كده وانا هفترض ان في شخص غير ملتزم وان هو ما حطش ايرادات موجوده حقها ما حطهاش في اقراره الضريبي. احنا كده بقينا قدام يعني طبعا مصلحه الضرائب ليها الطرق وليها الاساليب وليها انا عايز اقول لك يا دكتور ان احنا برضو انا عايز اقول لك ان احنا مع منظومه الضرائب الاجراءات الضريبيه المميكنه احنا عملنا بروتوكول او ان احنا بنعمل ربط شبكي بين مصلحه الضرائب وبين 74 جهه حكوميه موجوده في مصر. بمعنى ان بقت مساله ان ممول يخبي ايراد او ممول يقول لك لا بلاش نحط دي في الاقرار اصبحت مساله المخاطر بتاعتها اكبر بكتير جدا من مساله ان هو يدفع ضريبه. بنقول له انت مش هتحط، طيب انت كده بقيت معرض نفسك، انت طول الوقت كده هتبقى قلقان، طول الوقت هتبقى خايف. عندنا التقادم دلوقتي بقى 8 سنين في ضريبه الدخل، بقى 15 سنه في حاله التضارب الضريبي، طبعا بقى 8 سنين في ضريبه الدخل، بقى 15 سنه في ضريبه القيمه المضافه. هتقعد الفترات دي كلها مهدد، وساعه ما هتجيبك وساعه انا اسف واللفظ، ولكن ساعه ما هيتم اكتشاف البيانات المخفاه ديت هتبص تلاقي حضرتك مطالب انك انت تدفع ضريبه، حضرتك تطالب تدفع غرامه بتصل ل 175% من قيمه الضريبه، مطالب انك انت تدفع كمان مقابل تاخير لما نيجي نعد عدد سنوات بيعادل قيمه الضريبه، حضرتك هتلاقي نفسك قدام جريمه مخله بالشرف. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول في الاخر ان الالتزام مساله سهله جدا، مساله الضريبه حضرتك لما تيجي تفكر فيها وتفكر ان الدوله بتاخد منك ضريبه، بتاخد منك ضريبه، بس هي بترجع لحضرتك تاني في صوره خدمات ومزايا حضرتك بتتمتع بيها. لازم المفهوم ده يبقى عندنا كلنا وحضراتكم انتوا كمان مجموع المحاسبين، وانا عارف ان انتوا بتعملوا المساله دي بشكل كويس جدا، تساعدونا في المساله ديت. لا، الالتزام مهم والالتزام مفيد لكل اطراف المنظومه، بيحميك انت كمان كممول انك انت طول الوقت تبقى عايش في قلق وعايش في عدم استقرار وخايف، وبعدين تكلفه التهرب الضريبي تكلفه باهظه. اتفضل. اشكرك يا استاذ طلعت، وادعو اخي العزيز الدكتور محسن الجيار، واعتقد ان الاستاذ طلعت سلمنا المحسن. الدكتور محسن احنا طبعا بنسعد بيك وانت صديق عزيز لنا ومشارك رئيسي في برامجنا، لكن دعني ان انا اطلب من حضرتك ان تبدأ من حيث انتهى اخي طلعت. هو قال ان الناس اللي هتزاول الانشطة الرقمية وخاصة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين هيبقى مخير بين ان يتبع النظام الاصلي اللي في القانون 91 لسنة 2005 او يتبع الضريبة القطعية اللي استحدثت في القانون 152 لسنة 2020. حضرتك شايف ان الكلام ده ممكن يسهل اذا تم تسجيل هؤلاء الناس في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، يسهل محاسبتهم ضريبيا في الدخل، ويعملوا ايه عندكم في القيمة المضافة؟ ليكن هذا بدء حديثك حول الانشطة الرقمية ومدى خضوعها لضريبة القيمة المضافة، وبرضه عشان تردن على التساؤلات. أنا عندي عند الأستاذ طلعت في ضرائب الدخل حصر على الطبيعة، أو ممول عنده حب الوطن وفرح من نفسه
فتح ملف ضريبي وحصل على بطاقة ضريبية، عندك راح من نفسه طوعا وتسجل سواء تسجيل وجوبي طبقا للقانون او تسجيل اختياري حبا منه للضريبة، او انتوا هتسجلوه. كيف يتم حصر هذه الأنشطة وتسجيلها وتحديد رقم الأعمال؟ وأنا هخضعه وهسمح له ضريبة مدخلات، هنتعامل إزاي مع الأنشطة الرقمية دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا إن أنا مع حضراتكم النهاردة. بشكر حضرتك دكتور عبد الرسول، بشكر دكتور مصطفى عبد القادر، بشكر أستاذ عماد ونقابة التجاريين شعبة مزاولة المهنة الحرة، وشرف لي ان انا اكون مع استاذي استاذ طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفني لمكتب رئيس المصلحه. واحنا طبعا قبلنا الدعوه ايمانا مننا كمصلحه الضريبه المصريه بالدور الفعال للمجتمع المدني واللي بتقوم به نقابه التجاريين من زمان من خلال دعمها لمصلحه الضرائب المصريه والقرارات اللي احنا بناخدها، واوقات كتير جدا احنا اشتركنا في رفع مذكرات من النقابه بتوضح لنا أمور مختلفة كلها بتهدف في النهاية لتحقيق الهدف المنشودة للدولة المصرية في استداء حق الدولة وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وغيرها من الأهداف. لما نيجي نتكلم حضرتك على التجارة الإلكترونية كمفهوم عام وعلاقته بالضريبة على القيمة المضافة، يبقى معلش لازم نوضح أكتر من حاجة. إن إحنا عندنا في الضريبة على القيمة المضافة الإيراد بيختلف وفقاً لطبيعة السلعة أو الخدمة المؤداة. فعندنا قانون 67 وضح أو فرق إن السلع والخدمات ممكن تبقى معفاة، ممكن تبقى خاضعة، وممكن تبقى غير خاضعة، وحتى لو خاضعة ممكن تخضع لضريبة جدول أو تخضع لضريبة قيمة مضافة أو تخضع لضريبة جدول وقيمة مضافة. الموضوع عندي في ضريبة القيمة المضافة لازم نوضحه الأول. طيب خلال خبرتنا في الموضوع ده، والحقيقة قبل ما عايز أقول خبرتنا في الموضوع ده لأن احنا خبرتنا اترتبت على اطلاعاتنا وأبحاثنا في المجال ده، مما خلانا ان احنا ننشئ زي ما تفضل أستاذ طلعت بإنشاء وحدة تجارية تحت إشراف أستاذ عفاف معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية للتجارة الإلكترونية، والأستاذ صلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وكلهم تابعين للأستاذ رامي يوسف مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية. خلينا نوضح حضراتكم إن في التجارة أو في المنصات الإلكترونية في أكتر من موضوع، يعني في أكتر من طريقة المواطن بيحقق منها إيراد. أول طريقة ممكن نحقق منها الإيراد اللي هي التجارة الإلكترونية العادية، اللي هو أنا شركة بقدر أبيع المنتج بتاعي من التجارة الإلكترونية. ودي إحنا لما جينا حصرناهم لقيناهم هم عبارة عن ثلاث أنواع. النوع الأول هو أصلاً كان عنده منافذ بيع تقليدية في السوق، عنده محلات بيبيع من خلالها أو من خلال المناديب بتاعه، وبدأ يلجأ إلى المنصة الإلكترونية أو عن طريق الموقع بتاعه إن هو يبتدي حضراتكم يبيع من خلاله. دي أول طريقة. في نوع تاني من الأفراد هو اقتصر نشاطه فقط على البيع من خلال التجارة الإلكترونية، إن هو من خلال صفحته الرسمية أو من خلال موقع هو عامله وبيبيع المنتجات بتاعته في من خلال الموقع. وفي النوع الثالث هو إن في ناس بدأت تنشأ منصات إلكترونية، ومن خلال المنصات الإلكترونية يبتدي يدخل فيها التجار ويبدأوا يعرضوا منتجاتهم على المنصات. هنا بيتم عملية تداول السلع، عملية تداول الخدمات وتقديم الخدمات بما زي ما احنا بنسميه كده تجارة، واحد بيشتري حاجة وبيبيع حاجة. في أنشطة تانية بتقوم على المنصات، في أنشطة تانية بتقوم على المنصات واحنا بدأنا نلاحظها جدا، اللي هي فكرة ان واحد بيصنع محتوى وبيطلع على احدى المنصات المشهورة زي مثلا يوتيوب، زي تيك توك، زي فيسبوك، زي انستجرام، ويبدأ يعرض المحتوى بتاعه، اللي هو ممكن يبقى أغنية، ممكن يبقى عازف، ممكن يبقى موقف إنساني، ممكن يبقى درس تعليمي، ممكن يبقى أي حاجة من الحاجات. هو كده هنا مش بيعمل عملية
تجاري، لا ده هو هنا بيقوم بعمل فني او عمل مهني بيقدر يقوم من خلال المنصة اللي هو بيقوم بيها. احنا سميناه يوتيوبر او لخصناه يوتيوبر، وان كان انا كلمة يوتيوبر دي معتمدة على الافراد اللي بتطلع على اليوتيوب، لكن في منصات تانية كتير زي تيك توك مثلا، ما هو ده برضو منصة من المنصات اللي عندنا. فوجئنا ان في نوع ثالث او مختلف خالص من الايرادات، هو ان في منصات إلكترونية بتبدأ تجذب ريبريزنتاتيف ليهم، مناديب تسويق، علشان يبدأوا يجذبوا الأولاد الصغيرين مثلا ان هم يلعبوا لعبة معينة. فلما الأولاد الصغيرين دول يلعبوا لعبة معينة، ان الناس المناديب دول ياخدوا عمولة تسويق. لقينا في بعض المنصات ان يجي يقول لك لو انت اشتركت في جمعت لي عدد معين من المشتركين في المنصة هبدأ ادي لك عمولة او هدي لك ايراد. وده حصل بشكل كبير لو تفتكروا من شهر فات في مثلا في تيك توك، كان كل الناس بدأت تحاول تجذب ناس تانية علشان تبدأ تدخلها على المنصات دي. ده نوع ثالث من او نوع رابع من الايرادات. في نوع رابع، نوع خامس من الايرادات، لقينا ان في ناس بتأجر الصفحات بتاعتها. مثلا انا عندي فولورز مثلا 2 مليون واحد، اروح مأجره لشركة معينة علشان الشركة دي تبتدي تجذب ال 2 مليون دول على المنتجات بتاعتهم. في فكرة ان انا استخدمت الفولورز بتوعك علشان خاطر ابتدي اعمل الموضوع ده. ده نوع مختلف. لقينا في نوع تاني خالص مختلف تماما، هو ان في حد بيبيع الصفحة بتاعته بعد ما بيكون جمع فيها عدد من الفولورز وعدد من المتابعين لي، فبدأ يبيع الصفحة لشركة أو يبدأ يبيع الصفحة لفنان أو يبيع الصفحة بتاعته لحد عايز يشتهر. فبالتالي أصبح الموضوع مختلف تماما عندنا من نوع تحقيق الإيراد ذاته. زي ما تفضل أستاذ طلعت عبد السلام وأسهم بالشرح طبعا في موضوع ضريبة الدخل، حابب ان انا ابدا اتكلم في الضريبه على القيمه المضافه. طبعا في ضريبه القيمه المضافه الموضوع كلنا عارفين، ضريبه القيمه المضافه هي لما حضرتك بتشتغل في سلعه وخدمه معفاه، لما حضرتك بتشتغل في سلعه وخدمه قضاء، الموضوع محدد جدا جدا. لو حضرتك بتشتغل في سلعه معفاه فحضرتك مش مطلوب منك ان انت تسجل في ضريبه القيمه المضافه. لو حضرتك بتشتغل في سلعه وخدمه خضعة يبقى بالتالي نبدأ نشوف طبيعة النشاط اللي حضرتك بتمارسه ايه. هل هو نشاط تجاري يبقى لازم يبلغ حد التسجيل اللي هو 500,000 جنيه وتيجي حضرتك تسجل في مصلحة الضرائب المصرية. طب لو حضرتك بتمارس نشاط غير تجاري، نشاط مهني، يبقى حضرتك تسجل في ضريبة القيمة المضافة دون حد التسجيل، دون حد التسجيل. طيب حضرتك بتبتدي تبدأ تعرض علينا أو نبدأ نسجلك أو نبتدي نستغل القانون بتاعنا في تسجيلك بشكل مباشر، إن إحنا نبعت لحضرتك شهادة التسجيل أو إن حضرتك تبدأ تتقدم لينا خلال الفترة اللي جاية. ده المجهود اللي المصلحة الضرائب هتبتدي تبذله إيه الفترة اللي جاية علشان خاطر تبدأ تحصر المجتمع الضريبي الخاص بيه المنصات الإلكترونية على حسب طبيعة النشاط وعلى حسب طبيعة السلع والخدمات. ومن خلال اللقاء بتاعنا حابب أقول إن التجارة، الوحدة التجارة الإلكترونية عندنا الحمد لله رب العالمين بذلت مجهود كبير خلال الفترة اللي فاتت وبدأت فعلا ترسل للمنصات الإلكترونية اللي بيتم من خلالها عملية البيع والشراء رسائل توعية إن هي تبدأ تتجه إلى المأموريات المختصة علشان تسجل نفسها في الضريبة على القيمة المضافة. وبالفعل في شركات بدأت فعلا تيجي عندنا المأمورية وتسجل، وفي 4 شركات لاحظنا ان حجم التجارة الإلكترونية بتاعها كبير جدا، بدأنا ناخد الإجراءات القانونية اتجاه تلك الشركات ان احنا حولناها للنيابة العامة. كل الأمور دي حضراتكم احنا بنشتغل فيها بشكل منسق جدا جدا جدا. ومن خلال حضراتكم حابب ان انا اقول ان احنا في الوقت الحالي بنعمل دليل ارشادي بيوضح فيه المعامله الضريبيه لكافه الانشطه اللي بتتم عن طريق المنصات بما فيها انواع الانشطه اللي انا اتكلمت مع حضراتكم فيها، حد التسجيل، سعر الضريبه،
المعامله الضريبيه خلال الفتره اللي جايه، كل ده ان شاء الله هيتم سرده في الدليل الارشادي. وده حاجه حلوه قوي ان احنا نسمع مقترحات حضراتكم النهارده ونبدا نايدها. ويا سلام كمان لو استاذ عماد نعمل مذكره زي ما هو بيعودنا كل مره، ويبقى ده راي نقابه التجاريين وشعبه مزاوله المهنه، ونقدمها الى استاذ رضا عبد القادر مكتب رئيس مصلحه الضريبه المصريه، بحيث ان احنا ناخدها في الاعتبار واحنا بنعد الدليل الارشادي. وده كله اكيد هيتحقق باذن الله تعالى خلال الفتره اللي جايه. حابب برضو اوضح نقطه حضرتك دكتور عبد الرسول اتكلمت فيها، هو من 91 انتوا كنتوا فين؟ لا احنا فندم احنا مسجلين ناس كتير جدا شغال على التجاره الالكترونيه، مسجلين سوق، مسجلين امازون، مسجلين اكتر من 10 مواقع في التجاره الالكترونيه من اكتر من ايام من 2016 في ضريبه القيمه المضافه. احنا دايما بنسعى دايما ان احنا نستجيب ل رد فعل السوق. وانا عايز اوضح حضراتكم من خلال المرصد الاعلامي لمصلحه الضرائب المصريه، لقينا ان واحنا بنعلن ان بنقدم الدعوه لاصحاب المحتوى ان هم يسجلوا في الضريبه، لقينا ان في وكانه مطلب شعب، يعني الناس كلها مبسوطه ان الناس دي فعلا بتحقق ايراد بشكل معين، وان احنا مبسوطين ان احنا لازم الناس دي تبدا تدفع الضريبه المستحقه عليهم. وده اكيد حاجه مهمه جدا ان احنا بنبتدي نسعى لتحقيقها من خلال معاملاتنا مع المجتمع الضريبي. فلو في اي استفسارات او في اي مقترحات هنقدر نسجلها مع بعض، وان شاء الله باذن الله تعالى نعرضها على معالي المستشار وزير الماليه علشان نقدر ناخدها في اعتبارنا واحنا بنعمل الدليل الارشادي للمعامله الضريبيه. اشكرك يا دكتور محسن، وانا اسمحوا لي كده قبل ما ندي الفرصه لاستاذنا الدكتور مصطفى عبد القادر في التعقيب، ان انا امر على بعض التساؤلات اللي جت على الشات من بعض الزملاء اللي حاضرين، بدءا من الاستاذه شيماء. طب كده شيماء هي بتقول هل يوجد رابط حضور للندوه مع حضرتك؟ لما دخلت معانا باللينك هو ده رابط الحضور، اما مساله شهاده الحضور دي فكره طلبها بعض الزملاء، واحنا حاليا بندرسها في الشعبه، وان شاء الله نعمل لها اليه عشان تعتبر ساعات معتمده في مجال التدريب والتعليم المهني المستمر. الاستاذ ياسر مصباح يا دكتور محسن بيسال، يعني معنى كده اننا نتوقع ان مصلحة الضرائب عملت اتفاق مثلا مع شركة فيسبوك او يوتيوب او كده عشان يسلموكوا بيان بالاعمال اللي بيقوم بيها المعلنين على هذه المنصات؟ هو لا اخفى عليكم، هو تم فعلا التواصل مع الشركات العالمية زي ما تفضل طلع بيه من شوية وقال لتحقيق الربط ده، ان شاء الله هيكون في استجابه من الشركات. لكن برضو انا حابب اوضح، مش عارف من الحضور هل في حد عنده قناه على اليوتيوب ولا لا. بصوا يا جماعه، اي حد يا جماعه زي ما انا اطلعت وشفت بعينيا، اي حد عنده قناه سواء يوتيوبر او بلوجر او على الفيسبوك او اي حاجه، بيبقى في الاكونت بتاعه كده في حاجه اسمها ارباح العام وارباح من ساعه ما فتحت القناه. هو بيبقى عارف الارباح بتاعته قد ايه والمبلغ اللي اخده من القناه ده قد ايه. ويعني مش عايز اقول لحضراتكم يعني ان حصلت مشاكل كتير جدا ما بين مغنيين المهرجانات، وكلنا شفناهم على السوشيال ميديا وهم بيتخانقوا مع بعض على الارباح، مين اللي بياخدها، انت اللي بتاخدها، انا اللي باخدها، الكلام ده موجود من خلال برضو المنصات وعمولات التسويق. انا شفت بنفسي يعني شباب صغير عندهم 20 سنة و 22 سنة بيحصلوا على عمولات بتوصل ل $2000 في الشهر الواحد نتيجة لترويج ألعاب، نتيجة لترويج محتويات معينة على الولاد الصغيرين وعلى الشباب الصغير، ودي مهنة ناس بتمتهنها في الوقت الحالي. أمور كتير جدا يا جماعة في الموضوع ده، وكل واحد من الناس دي بيبقى الأرباح بتاعته والإيرادات بتاعته تبقى متسجلة على الأكاونت بتاعه. الدعوة اللي احنا بنوجهها
للسادة الممولين زي ما صرح معالي الوزير ان احنا ان شاء الله باذن الله تعالى قدم اقرار السنه دي ادفع الضريبه بتاعتك ان شاء الله باذن الله تعالى زي ما معالي الوزير وعد الناس ان ممكن ما يكونش فيه حاجه باثر سابق باذن الله تعالى. لكن لو بدانا نبدا احنا نجتهد ونبدا نجمع معلومات ونبدا نواجه الممول اكيد هناخد الاجراءات القانونيه اتجاهه. يعني احنا دكتور عبد الرسول استاذ سمير الدلقاوي دكتور عبد الرسول حاضر يا استاذ صلاح انا جاي لك اهو استاذ صلاح هي كان في حته بس في الجزئيه دي لو ممكن. انا هقول لك عشان تضيف حاجه لان اخونا الاستاذ سمير الدلقاوي زميلنا المحاسب القانوني باسكندريه يبدو ان الصوره ما وصلتش في الكلام اللي حضرتك قلته بالنسبه للقانون 152 بحيث ان هو بيقول كده هنفرق بين الممولين المهني او النشاط التجاري المتهرب من الضريبه والاشخاص الاعتباريه يكونوا استفادوا من 152. عاوز بس توضح ان القانون 152 لما اتكلم على منشات صغيره كان بيتكلم على اشخاص طبيعيين ولا بيتكلم على اشخاص طبيعيين واشخاص اعتباريين حتى تعم الاستفاده من القانون 152. اتفضل يا استاذ. طيب يعني إضافة للي قاله الدكتور محسن يعني أخي الدكتور محسن بخصوص اليوتيوب وجوجل اللي هي الكيانات ديت وهل إحنا هنقدر نحط إيدينا ونجيب منها بيانات دلوقتي. طبعا دي كيانات كبيرة وموجودة خارج مصر وبتعمل في إطار القوانين الموجودة في بلدها والكيانات دي بتحتاج لغطاء قانوني عشان خاطر تقدر تديني بيانات عن المتعاملين معها. لحد دلوقتي طبعا انا ما اقدرش اخد منها بيانات بس انا في تواصل مستمر معاها. يعني احنا بنأمل في المرحله اللي جايه دي ان يبقى في تعديل تشريعي داخلين بتعديل تشريعي. التعديل ده هيسمح بتسجيل هذه الكيانات عندي باجراءات سهله ومبسطه جدا عشان خاطر اقدر اوفر الغطاء القانوني اللي من خلاله اقدر احصل على بيانات للمتعاملين معاها. ده بخصوص اليوتيوب والجوجل. بخصوص القانون 152، قانون 152 بتستفيد منه كل الأشكال القانونية، يعني سواء كنت حضرتك ممول فرد شخص طبيعي أو حضرتك شركة بصرف النظر عن نوع هذه الشركة كمان، كل الأشكال القانونية التي تمارس أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية تستفيد من القانون 152 لسنة 20. هتستفيد زي ما قلنا حضرتك اما ان هي يعني خلينا في المعاملة الضريبية اللي هي المبسطة ديت، لو هي رقم اعمالها اقل من مليون هيبقى عندها ضريبة قطعية سواء كان فردي او شركة ضريبة قطعية. الضريبة القطعية ديت هتبقى مبلغ محدد ثابت هيستمر معاك لمدة 5 سنوات. احنا بداية التطبيق سنة 20 السنة دي، هيبقى اقرارات سنة 20. حضرتك الإقرار بتاع سنة 20 بضوابط معينة في رقم الأعمال هيمشي معاك 5 سنوات. يمكن الضريبة القطعية معروفة كلنا عارفينها 1000 جنيه لو رقم الأعمال لم يصل أقل من 250,000 جنيه في السنة، 2500 جنيه لو رقم الأعمال من 250 لحد 500، 5000 جنيه لو رقم الأعمال من 500,000 وأقل من مليون. يبقى الرقم أعماله السنوي أقل من مليون ده هيتعامل بضريبة قطعية 1000, 2500, 5000 على حسب الشريحة اللي واقع فيها وعلى حسب رقم أعمال. من مليون وأقل من 2 مليون هنبدأ نطبق ضريبة نسبية بنسبة 0.5% من رقم الأعمال. من 2 مليون رقم أعمال حتى أقل من 3 مليون هنبدأ نطبق ضريبة نسبية 0.75% من رقم الأعمال. من 3 مليون ل 10 مليون رقم أعمال سنوي هنبدأ نطبق ضريبة نسبية 1%. وهنلاحظ يا جماعة أن القانون 152 اللي هو قانون تنمية المشروعات الصغيرة بيتعامل مع ضريبة قطعية يعني مبلغ ثابت أو ضريبة نسبية نسبة من رقم الأعمال على عكس ما هو سائد في ضريبة الدخل من حصولي على ضريبة من صافي الربح. احنا القانون ده بيسهل ليه؟ لان احنا عندنا معظم المشاكل اللي بتحصل بين الممولين وبين مصلحة الضرائب هي
في السكة اللي بدايتها إجمالي الإيرادات واللي بنمشي فيها بقى عشان نوصل لصافي الإيرادات، معظم المشاكل بتحصل في الجزئية ديت. فجي المشرع وقال لك لا خلاص احنا نقفل باب المشاكل ده خالص، احنا هناخد نسبة من رقم الأعمال نص أو ثلاثة أرباع أو 1%، نظام ضريبي، معاملة ضريبية مبسطة جدا. لو انت حضرتك نشاطك استيراد وحضرتك طبقت النظام ده ورقم أعمالك 5 مليون ولا 6 مليون، في النهاية هتلاقي حضرتك ان 1% اللي بتتحصل منك تحت حساب الضريبة في الجمارك هي بتعادل تقريبا قيمة الضريبة المستحقة عليك في نهاية السنة. عشان يبقى جاوبنا على السؤال بشكل واضح تماما، قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152 يطبق على كل الكيانات القانونية سواء كانت فردي أو شركة، وبصرف النظر عن نوع الشركة شركة أشخاص أو شركة أموال يطبق عليها طالما أنها في إطار الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية. أشكرك يا أستاذ طلعت. وقبل ما نجاوب على بقية الأسئلة اللي موجودة على الشات أو الزملاء اللي طالبين المداخلة، اسمحوا لي أن أنا أدي الفرصة لأستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر في التعقيب على ما قيل اليوم بشأن المعاملة الضريبية للمؤسسات الرقمية سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة. تفضل دكتور مصطفى. شكرا دكتور عبد الرسول. الحقيقة التحية واجبة للأساتذة الأستاذ طلعت عبد السلام والدكتور محسن، أصدقائي وزملائي في الكيان اللي أنا تعلمت فيه واللي أنا صنعته هو مصلحة الضرائب، فبوجه التحية ليهم وتحية الحقيقة للمشاركين، ودايما أنا بعتبرهم وقود هذه الندوة أو الندوات بشكل عام. والحقيقة أنا يعني بعد ما سمعت الكلام اللي قاله الأستاذ طلعت والأستاذ محسن، بالتأكيد يعني هو عرض كان واضح، لكن اسمحوا لي ان انا المفروض ان انا بستكمل الجزء الثاني اللي هو مبني على الجزء الاول، لان احنا الحقيقه يعني بحاول اوضح لان احنا مهم جدا الدقه في استخدام المصطلحات وبصفه خاصه الحديث عن الاقتصاد الرقمي، لان ما زالت التساؤلات يعني بشكل جزئي موجوده او يعني اعتقد ان البعض محتاج ان هو يعني يفهم تفاصيلها، وبخاصة ان احنا لما بنيجي نتكلم على اليوتيوبر او البلوجرز بصفة خاصة لان هو كان موضوع الندوة. خلونا نتفق الاول، يمكن زي ما اشار الاستاذ طلعت احنا بنتكلم على زي ما قلت لكم البداية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لما جات اتكلمت في المحور الاول من مشروع تآكل وعاء وتحويل الارباح وصفت كده، قالت التاكس تشالنج او التحديات الضريبية في مجال الديجيتال اكونومي او الاقتصاد الرقمي. هل العنوان كان كده؟ اذا يعني التعامل مع الاقتصاد الرقمي هو تحدي، وليس فقط بالنسبة لنا احنا كدول يعني 7000 سنة حضارة لكن لسه احنا في مرحلة الماضي فيما يتعلق في مجال الضرائب. اكتشفوا بعد ما خلص حدموا الفاينل ريبورت في سنة 2015 ان مصطلح الاقتصاد الرقمي هو مصطلح غير دقيق. ليه يا سيدي غير دقيق؟ قال لك ما فيش حاجة، لما اجي اقول في اقتصاد رقمي يبقى انا عندي اقتصاد غير رقمي. طب وفين الاقتصاد غير الرقمي؟ فقالوا نظرا لاننا ما نقدرش نحط جدار او سور حوالين الاقتصاد الرقمي للتمييز بينه وبين الاقتصاد غير الرقمي، اذا المصطلح غير دقيق، وانتهوا الى ما يعرف لا يوجد اقتصاد رقمي ولانما يوجد ما يعرف برقمنة الاقتصاد. الاقتصاد التقليدي هو يعني تحول الى رقمنة من خلال الرقمنة او تم رقمنة الاقتصاد التقليدي. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا بسمع لما باجي اسمع الحديث على ان الموقع او القناة بيعد من قبيل المعنى الدقيق او المعنى الفني للاقتصاد الرقمي قولا واحدا في ضوء المنهجية اللي ماشي عليها العالم، لا احنا بنتكلم على جزئية تانية هي تتناسب بالتأكيد وتتوافق مع كلام الأستاذ طلعت والأستاذ محسن، لكن مش هي دي المشكلة اللي بيعيشها العالم أو التحدي الضريبي. وزي ما أنا أشرت المرة اللي فاتت احنا محتاجين يعني نحط ميكروسكوب حوالين
كل قطاع من هذه القطاعات أو كل نشاط من هذه الأنشطة عشان أقدر في النهاية اللي بيسمعني يقدر يفهم أنا عايز أقول له إيه في المفردات اللي موجود. يمكن زي ما أنا أشرت المرة اللي فاتت هم اتكلموا على إحنا عندنا نماذج تجارية تقليدية وعندنا نماذج تجارية رقمية. الاقتصاد هو اقتصاد لكن في نموذج رقمي وفي نموذج، كان مهم جدا لما اتكلمنا اللي في المرة اللي فاتت علشان نحدد المعاملة الضريبية لليوتيوبرز والبلوجرز، وقالوا ان احنا عندنا الحقيقة ثلاث نماذج رقمية بتقابل النماذج التقليدية. النوع الاولاني اللي انا اتكلمت عليه المرة اللي فاتت هو ما يعرف بالفاليو تشين، وقلنا الفاليو تشين ان انا على سلسلة القيمة دي، سلسلة القيمة التقليدية. أنا النهاردة لما باجي أعمل نموذج تجاري في value chain بالنسبة للنموذج التقليدي، أنا بتكلم على شركة من الشركات بتجيب مدخلات وبتحولها لمخرجات أو منتجات نهائية وبتتباع بالشكل التقليدي من خلال الأنشطة المختلفة، سواء كان من خلال موزع تقليدي أو بيتكلم من خلال whatever الشكل اللي هو موجود. ده النموذج التقليدي. طب مالي النموذج الرقمي؟ قال لك لا، النموذج الرقمي ان هذه الشركة، وخلينا عشان ابقى محدد في التعبير لان دي قضية مهمة جدا علشان ارجع للكلام اللي قيل، ان ممكن الشركة دي في الاقتصاد الرقمي انها تعمل منصة خاصة بيها. هذه المنصة بتستخدمها في بيع هذه المنتجات او انها تبيع هذه المنتجات من خلال موزع على منصة باستخدام منصة أو زي ما سموها التكنولوجيا الوسيطة. علشان كده يمكن كلمة اقتصاد رقمي أو تجارة إلكترونية يعني مش عايزين نقلل من حجمها إنها تصل لمرحلة واحد عنده موقع أو عنده قناة. إذن الفرق إن الراجل ده كان بيبيع بشكل تقليدي، ده بدأ يستخدم منصات وحبدأ أشوف إيه المشكلة اللي هو بيواجهها أو ليه اعتبروها تحدي. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني أو النموذج الثاني اللي هو بيتكلم على الفاليو نتورك او شبكة القيمة، وهنا انا محتاج اركز عليها زي ما ركزت عليها المرة اللي فاتت. كان بيتكلم على النموذج التقليدي ليها ايه. انا عندي الاذاعة والتلفزيون. الاذاعة والتلفزيون هو راجل بيعرض لي افلام كلنا قاعدين بنتفرج عليها، احنا بندفع فلوس؟ بالتأكيد لا. طيب لو انا بتكلم على نادي، النادي ده ما هو بيجمع مجموعة رايحين يتسلوا يقعدوا مع بعض يشغلوا وقت فراغهم. نادي موجود، يمكن النادي هيقول للبعض انه ده بيدفع اشتراك وبيدفع ده موضوع انا مش مختلف معاه، لكن ده بيعتبر نموذج تقليدي. طب ايه النموذج الرقمي او النموذج اللي هو بنتكلم عليه واللي هو مرتبط بشكل مباشر باليوتيوبرز وبالبلوجرز او البلوجرز؟ انه هو بيقول لك ايه، انه بيقول لك انت النهارده بدل ما بتتقابل في نادي بتتقابل على الفيسبوك وبيبدأ بتشغل وقتك وبيحصل حوار بين الناس. في غالب الأحوال اللي بيخش ما بيدفعش فلوس، مش اشتراك. إذا كان اشتراك زي ما قلت المرة اللي فاتت زي لينكد إن، أنا بميز بين شخص بيدفع اشتراك في مقابل الحصول على حاجة معينة. دي حكاية مختلفة عن الجزء اللي احنا بنتكلم عليه، وهو أنه ممكن يبقى أنا بخش على لينكد إن لكن ما بدفعش اشتراك، او بخش على الفيسبوك ما بدفعش اشتراك. طب هنا بقى ده هيخلينا نتساءل على ايه. انا النهاردة بخش على بعمل حساب على الفيسبوك انا ما بدفعش اي حاجة. طيب ده هيخلينا اللي بيخش على شبكة، وخليني هنا انا هسيب تعبير الفيسبوك وهتكلم على شبكة التواصل الاجتماعي. شبكة التواصل الاجتماعي في غالب الأحيان زي ما قالوا هما لا يقيدوا الدخول على الشبكة بدفع رسوم، ده في الغالب أو ده الأصل. ليه؟ لأن كل ما بيزيد عدد المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي هو ده اللي بيخلق القيمة. زي ما أنا اتكلمت المرة اللي فاتت قلت هما الدول اختلفت بينها وبين بعضها خلق القيمة على شبكات التواصل الاجتماعي بيبقى منين؟ بيجي منين؟ هل سببه الداتا اللي انا بحطها وانا داخل واللي بتعمل لها الشركة اللي هي بتمتلك المنصة، بتعمل تحليل ليها وبتبدأ تستخدمها في التعرف على أذواق المستهلكين
على المواقع الجغرافية إلى آخره، ولا هناك إرادات أخرى زي ما أنا أشرت المرة اللي فاتت بالنسبة لشبكة التواصل الاجتماعي، هو الأصل إنه هو فاتح الباب لأي حد يخش، وكل ما بيزيد عدد المستخدمين كل ده ما بيدي سمعة، أو هي دي السمعة الحقيقية أو الاسم التجاري للشبكة. طب إيه هو اللي بيعمله؟ وهنا بقى حابب أتكلم على إيه هي الإيرادات اللي هو بيحققها. الإيرادات في شبكة التواصل الاجتماعي بتتحقق من مصدرين، وخليني أنا مصدرين يعني خلينا الأصل هو مصدرين. إيه المصدر؟ المصدر الأولاني إن الداتا اللي بياخدها مني وأنا داخل على الفيسبوك بيعمل عملية تحليل العدد الضخم البيانات الخاصة بالمستخدمين اللي بيقدر منها يقدر يحدد زي ما قلنا المواقع الجغرافية، بيتكلم على أسواق اللي هم المستخدمين إلى آخره. ده العنصر الأولان. العنصر الثاني وهو الإعلان. الإعلان، وأنا عايز أكد هنا على، لأن إحنا النهاردة لما بنيجي نتكلم على اليوتيوبر أو البلوجرز أنا عايز أخدها من هذا الإطار. أنا عندي على اليوتيوب على سبيل المثال لو جينا، الأصل إن أنا كل متاح مجانا، لكن هو بيقول لك إيه؟ اليوتيوبرز دون أو المستخدم لشبكة التواصل الاجتماعي هو اللي بيخلق الإيراد، سواء كان المستخدم ده شخص كونتنت كرييتور خالق للمحتوى أو شخص عادي داتا مصطفى عبد القادر داخل عشان يتفرج عشان يشغل وقت. احنا اتفقنا هم دول المصدرين. علشان كده قالوا ان دي الإيرادات المتعلقة بشبكة التواصل الاجتماعي، ودي اللي يطلق عليها منصة رقمية لان لها مواصفات في تعريف الاقتصاد الرقمي او في المواصفات الرقمية، ان انا هلاقي ان شبكة التواصل الاجتماعي بتحقق إيرادات من خلال نوعين. النوع الاول الداتا، بيع الداتا اللي هي بتجمعها وإعادة تشغيلها أو تحليلها بحيث أنها تستخدمها، يعني تقوم بأبحاث يستفيد بيها المؤسسات اللي هي بتشتغل في البيع والشراء. النوع الثاني الإعلانات. طيب أنا لما باجي أتكلم على البلوجرز أو على اليوتيوبر، هي اليوتيوبر الأصل إن ده شخص اللي هو الكونتنت كرييتور هو بيحمل محتوى الأصل، وانا بتكلم على في مواجهة اليوتيوب. هو ممكن يبيع بس انا لما اجي اتكلم على اليوتيوبر انا بتكلم على شخص هو بيقدم محتوى لليوتيوب، اما المحتوى ده من صناعته واما انه هو بيتم، يعني الشخص اللي بيملك هذا المحتوى ما بيديروش بشكل مباشر مع اليوتيوب، بيديره من خلال شركة اخرى هي اللي بتتواصل مع اليوتيوب. وهنا هسأل نفس السؤال الاولاني فيما يتعلق بهذا الشخص، بتيجي شركة اليوتيوب الإيرادات اللي بتحصل عليها من الإعلان، وبأكد على أن الإعلان هنا علاقة مباشرة مش بين الكونتنت كرييتور وبين المعلن، لا إطلاقا. الكونتنت كرييتور ملوش أي دور في هذه المسألة. التعاقد بين شركة يوتيوب أو بين منصة اليوتيوب وبين المعلن مباشرة. طيب بننتهي في النهاية لإيه؟ بننتهي في النهاية ان شركة او ان اليوتيوب بيحسب ايرادات الاعلان وبيبدأ يوزعها وفقا لمنهجية بتاعته مرتبطة بعدد المشاهدات او عدد اللي هو ما يعرف بالنقر في هذه الحالة، عشان في النهاية بيدي مبلغ لليوتيوبر او بيدي المبلغ للشخص الشركة اللي هي بتدير هذا المحتوى على اليوتيوب، اللي هو في النهاية بيدي مبلغ لليوتيوب. دي ما تعرف بشبكات التواصل الاجتماعي او النموذج التجاري او الشكل الاولاني دي. طيب هنا حيدعوني للتساؤل، زي ما قال الاستاذ طلعت، وهذا كلام هو الاستاذ طلعت، اتكلمنا عن الابجديات المتعلقة بفرض الضريبة، ويمكن انا بضم صوته لصوته هو الدكتور عبد الرسول بيقول له طب انتوا ليه يعني انتبهتوا دلوقتي. اولا خلينا نتفق زي ما قال الاستاذ طلعت، بس الأستاذ طلعت تتكلم على الجزئية الخاصة بالمقيم. إيه هي؟ إن القانون لما بيتكلم، لما تيجي المادة 47 وتقول لي تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان الغرض منها، هذا كلام عام. يستوي الأمر إن أنت تجيب هذه الإيرادات من بتجيب هذه الإيرادات من بيع منتج بشكل تقليدي أو بيع المنتج بشكل رقمي. طيب هل الاقتصاد الرقمي ده موجود من زمان؟ لا مش موجود من زمان،
العالم لم ينتبه إليه زي ما احنا انتبهنا إليه إلا في 2008 لما لقى إن النظام الضريبي العالمي اتهد وإنه لا يصلح، فبدأ يفكر. ففكرة إن احنا نفكر فيه دلوقتي ده أمر منطقي، لأن ده مش حالنا لوحدنا، ده حال العالم كله، لكن احنا محتاجين نفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر بيها العالم. طيب هنا بالنسبة لضريبة الدخل أنا بتفق بالتأكيد مع الأستاذ طلعت، لأن فكرة الإقامة هي فكرة بيسموها residence based taxation في كل دول العالم. الأصل إن طالما إن الشركة مقيمة في جمهورية مصر العربية فهنا بتخضع للضريبة وفقا للإقامة. بس أنا بقى أؤكد على إني فيما يتعلق بالقانون زي ما أتزيتنا علمونا، قالك لما جه القانون يفرض الضريبة على الشخص الاعتباري هو مش محتاج يميز بين هل ده نشاط تجاري أو مهني زي ما قال الأستاذ طلعت، بس قال لي سبب بسيط جدا، لأن فرض الضريبة على الأشخاص الاعتبارية هو اعتد بالشخص الاعتباري وليس النشاط. علشان كده هنلاقي في المادة 47 هو اتكلم على تفرض ضريبة على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، إذن هو اعتد بالشخص الاعتباري وقال أيا كان الغرض منه. لكن لما جه في المادة 19 في الشخص الطبيعي لا، المسألة اختلفت، اتكلم على منشأة وبدأ يعدد مجموعة من الأنشطة اللي هو يخضع للضريبة، بحيث إن لو الأنشطة دي مش موجودة زي مثلا النشاط الزراعي الحقلي، لو أنا فلاح وعندي أرض زراعية مش هتنطبق عليه لأن أنا ما عنديش، لأن هو اشتغل هنا بشكل نوع. طيب لو أنا بتكلم على شركة هنا شركة بتزاول نشاط بتبيع منتجات رقمية، وهتصور جدلا أنه موجود، لكن الحقيقة أنا لم أرى مؤسسة رقمية مصرية، يعني لم أرى من خلال قراءاتي حتى الجهود اللي قاموا بيها، وطبعا الأمثلة كتيرة لا توجد مؤسسة رقمية مصرية. كل اللي موجود في مصر بيشتغل لا يملك منصة بيبيع من خلالها، وإنما بيبيع عن طريق الشركات الدولية. ليه؟ لأن الاستثمارات ضخمة جدا 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 جدا. ويمكن أنا قلت المرة اللي فاتت كنت بتكلم على خصائص النشاط الرقمي، وكنا بنقول إنها تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا أو حقوق الملكية الفكرية اللي هي أرقامها ضخمة جدا، زي التكنولوجيا الوسيطة اللي هي موجودة مع الفيسبوك ومع أمازون ومع غيره. وليه تعليق على أمازون، يعني محسن قال إن إحنا اتفقنا مع، لا خلينا المنهجية اللي بيشتغل ده أمازون اللي جالنا هنا، لأن عمل إعادة هيكلة مع النظام الضريبي الدولي الجديد ولقى من مصلحته انه يبقى موجود هنا. وانا هقول المشكله حلها ازاي اللي اشار اليها محسن واللي اشار اليها الاستاذ طلعت عبد السلام. وبالتالي انا لو عندي شركه بتحقق ايرادات يستوي الامر انها رقميه او غير رقميه، وهنختلف بقى ازاي نوصل للداتا، فهي خاضعه للضريبه. طب لو شخص طبيعي برضو بالتاكيد انا بضم صوتي للكلام اللي قاله الاستاذ طلعت، لان الاستاذ طلعت اتكلمني ضحك عليا وكلمني على الابجديات اللي المفروض ان انا مش هختلف معاه فيها، ومش ضحك عليا انا، ده نوع من انواع الدعابه، لان انا عندي مشارك عايز يفهم، يعني هو مش عايز الابجديات، هو عنده فكره عنها. لما اجي اتكلم على الشخص الطبيعي زي ما قال الاستاذ طلعت، احنا عندنا انا هخليهم 5 مش 4، عندي ايرادات مرتبات، عندي نشاط تجاري، عندي نشاط مهني، عندي ايرادات ثروه، عندي توزيعات ارباح وارباح راسماليه لانها ممكن تشكل يعني نشاط موجود. وبالتالي زي ما قال الأستاذ طلعت البند 3 بيتكلم على أي نشاط لم يرد في المادة 6 بيخضع للضريبة للمهن باعتبار أنها ضريبة القانون العام. هم سموها كده ضريبة القانون العام، اللي أنا أشرت قبل كده زمان مع القانون 14 كان النشاط التجاري وتحولت ليه. طيب إحنا جاوبنا لو عندنا مؤسسة، لو افترضنا جدل المؤسسة الرقمية او اي بقى مؤسسة بتبيع سميها عن طريق الموقع، عن طريق القناة، عن طريق اي حاجة، هي خاضعة للضريبة عندي، خلاص احنا مش مختلفين وانا ده متفق مع الاستاذ طلعت. طب لو شخص طبيعي، انا اللي حبيت اكد عليه لو انا بتكلم على اليوتيوبر عشان ابقى كلامي محدد، اليوتيوبر لا يزاول نشاط تجاري. اليوتيوبر اللي هو بتاع الكونتينت كرياتور هذه المواصفات ده ينطبق عليه، مش نشاط مهني، ده نشاط غير تجاري وبيخضع للضريبة على المهن، على المهن الحر، وانا بتكلم على اليوتيوبر. لكن لو انا بتكلم على شخص مش يوتيوبر بقى، شخص بيعمل محتوى وبيبيعه، دي حكاية مختلفة برضو. لو الامر يتعلق بمحتوى انا هخليه يخضع مهن، لان احنا عارفين زي ما حضراتكم عارفين
ان حتى حقوق الملكيه الفكريه ملكيتها والتعامل معاها بالبيع او حق الاستخدام بتخضع للضريبه من المهن. لكن لو انا بشتري محتوى وببيع محتوى هنا اتحركت لجهه تانية خالص، بتكلم على نشاط تجاري، لان القصه عندي بقت بيع وشراء حتى لو كان موضوعه محتوى او حقوق ملكيه فكريه، فانا بتكلم على شخص بيقول نشاط تجاري اصلا. وبالتالي احنا محتاجين نقف على وجه اليقين او نتفق على هنا يخضع للضريبه على انهي نوع من انواع الايرادات، هل نشاط مهني ولا نشاط تجاري. بالتاكيد طبعا هي فيها مدارس، لكن انا هضرب مثال بس بهنا اليوتيوبر بصفه خاصه انا اراه لا يمكن ان يخضع للضريبه على النشاط التجاري، هو خضوعه للضريبه بيكون على النشاط المهني. بالاضافه الى اني بس بقول للاستاذ طلعت احنا في موضوع الشركه المهنيه الحقيقه يعني اسيء فهمه، ويمكن هو اشار للماده 54 من اللائحه التنفيذيه. الحقيقه هو كان بيتكلم على ايه؟ كان بيخاطب يعني هل لو انا وشخص بنقوم بنعمل عملنا شركه بتشتغل مع المحتوى، لا قولا واحدا ده نشاط تجاري ليست نشاط مهني، عشان ما حدش يفهمني غلط. يعني لو بفترض ان المحتوى ده اللي انا بكلمكم عليه وبقول لكم لو بيزور النشاط شخص طبيعي، هو هنا في الحاله دي لو بقوا شركه وبيقوموا مع المحتوى ده، لا هقول لك قولا واحدا ده نشاط تجاري وليس نشاط مهني. ليه؟ لان الماده 54 لما جت تتكلم على النشاط في اللائحه هي بتتكلم على ايه؟ كان التساؤل بالنسبه لمكاتب المحاسبه، احنا عندنا في مكاتب المحاسبه شركاء، انا هخضع المكتب كله على انه نشاط تجاري، وبالتالي في الحاله دي هطبق مبدا الاستحقاق. فقالوا لا هنا بتشتغل على الانشطه، ودي كانت يعني انا مش عايز اقول انها خاصه بدي بشكل يقين، لكن اللي عايز اكد عليه هنا ان بالنسبه لهذه الحاله ان احنا بنراعي النشاط. في بقى فرق جوهري يمكن ما اشارش ليه الاستاذ طلعت، وهو ايه؟ احنا عندنا عيب في القانون ان هو احنا دايما اتربينا على حاجه اسمها الاوفشور والانشور. ايه الاوفشور والانشور؟ الانشور اكتيفيتي قال لك هو نشاط بيقوم بيه في مصر. طب وايه الاوفشور؟ هو نشاط بيقوم بيه خارج دوله الاقامه، انا شخص طبيعي مقيم هنا في مصر وليا نشاط بره. طيب القانون لما جه يتكلم في النشاط المهني والنشاط التجاري اشترط في خضوع الايراد المحقق في الخارج للشخص الطبيعي للضريبه في مصر انها تكون امتداد لنشاطه التجاري او الصناعي او المهني. معنى كده لو ايه؟ لو انا شخص طبيعي بمتلك بزاول نشاط في الخارج، وده هيدعونا للتساؤل هل الكونتنت كرييتور عن طريق اليوتيوب هل ده ايراد مصدره خارجي ولا داخلي مثلا؟ وانا بدي احتمالات، لكن كل حال عشان كده انا مش عايز اقول هي مش اسطمبه بحطها على المعامله الضريبيه ليه. ده يعني ايه بقى؟ يعني لو انا عندي يوتيوبر او اي شخص او محاسب او محامي طالما انه شخص طبيعي ولا يزاول في مصر ما اي نشاط، لكنه بيزاول هذا النشاط في الخارج وفقا للقانون، ده ايراداته اللي في الخارج مش خاضعه للضريبه في مصر. ده اللي قالته الماده 6 بعد تعديلها بالقانون 43، وقالتها النشاط المهني في الماده 32. طيب افرض انه ليه نشاط هنا والنشاط في الخارج امتداد هنا، هنا هطبق على ميه الدخل والايراد، ودي جزئيه مهمه جدا. علشان كده لابد ان احنا قبل ما نتكلم على الاقتصاد الرقمي بنتكلم متى يعد النشاط في الداخل والخارج. ويمكن انا عندي ندوه ان شاء الله يوم الجمعه عن النظام الضريبي العالمي الجديد اللي هو مع الاتفاق التاريخي اللي هو هيتكلم بالتفاصيل عن الاجزاء اللي انا بقولها دي، لكن خلينا نتفق. طيب امال هو خرج على فكره النشاط امتى؟ خرج في الاوراق الماليه والارباح الراسماليه بس، توزيعات والارباح الراسماليه وفقا للفقره الثانيه من الماده 19 اللي تم اضافتها بالقانون 53 لسنه 2014. اذا انا بتكلم هنا على الشخص الفردي لازم اميز بين النشاط هنا والنشاط بره، بالاضافه الى طبيعه النشاط هل هو نشاط مهني او نشاط مش مهني. وده هيقتضي مننا بس مش مكانه النهارده اقول امتى الارباح بتتحقق في الداخل وامتى الارباح تتحقق في الداخل، ودي ليها اجابه بس اعتقد مش وقتها. تعالى بقى للضريبه على القيمه المضافه عشان قبل ما يعني عشان ما اطولش، لان انا حاسس ان انا في كلام كتير عايز اقوله وعايز اوضحه
لكن خلينا انا بعتقد ان احنا اقحمنا نفسنا او اقحمنا الضريبه، مشكله الضريبه على القيمه المضافه في عناوين هولانيه او يعني ايه غير محدده المعالم. ليه؟ هو الاستاذ طلعت اتكلم على القانون اللي موجود او اللي معروض او اللي المصلحه بتسعى الى انه يتذكر معايا الاستاذ محسن، وانا اعتقد ان انا بعت له الماتيريال. احنا لما بيجي نتكلم على القيمه المنضافه مش هنقدر نبعد عن الابجديات. ايه الابجديات؟ ان اللي بيخضع للضريبه هو او بتخضع بمناسبه تداول السلع والخدمات، والخاضع للضريبه هو المستفيد من الخدمه او المستهلك للسلعه. دي ابجديات مش مختلفين حواليها. طيب، وقلنا ان هناك تعريف الضريبه على القيمه المضافه للسلعه، وقال ما لا يعد سلعه يعد خدمه، اذا كله الاصل خاضع للضريبه. طيب، انا عندي دي قضيتك انت، عايزين نفصل بين قضيه الدوله وبين القضيه الخاصه بالاقتصاد الرقمي، لانها موضوع معقد جدا بس موضوع ممتع جدا الحقيقه. في ايه بقى؟ ان انا عندي لو انا بتكلم على من بيزنس تو بيزنس، احنا بنقول انا ولايتي على مين؟ على الشركه اللي موجوده هنا. اذا كانت الشركه موجوده هنا وتعاملاتها داخل جمهوريه مصر العربيه، انت دي مسؤوليتك انت كمصلحه ضرائب. تعملها ازاي؟ باع بقى عن طريق الموقع، بعت عن طريق عمل الموقع مش المنصه، ودي بتفرق عندي كتير حال المصطلح، لان انا عايز اخرجها من مفهوم الاقتصاد الرقمي. طالما ان البيع تم في جمهوريه مصر العربيه، انت مطلوب منك انك انت تتابع هذه المساله اذا كان الامر يتعلق بسلع او يتعلق بخدمه. طيب، امال المشكله كانت موجوده مع مين؟ اللي هو عبر عنها القانون زي ما اشار الاستاذ محسن او الاستاذ طلعت على الماده 32 من قانون الضريبه على القيمه المضافه، ان احنا بنتكلم على المشكله لو جاي لو المورد، اللي احنا عارفين ان قانون الضريبه على القيمه المضافه بيلزم المورد للسلعه بانه يحصل الضريبه على القيمه المضافه ويوردها. طب لو افترضنا المورد دون خارج جمهوريه مصر العربيه، السؤال الاولاني هل لك ولايه عليه؟ قولا واحدا لا. علشان كده حتى القانون في الماده 17 لما ادى الحق لو قال شخص غير مسجل يتعامل مع شخص مورد غير مقيم وملوش ممثل هنا، قال انه يدفع الضريبه ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على الرجل اللي بره. اعتقد ان الكلام ده نوع من انواع الخيال العلمي، لان الخاضع للضريبه هنا هو مستهلك السلع او الخدمه، وبالتالي عيب ان انت تروح تقول له، هتقول له ايه؟ علشان كده انا اشك في انه يكون حاله واحده بس من سنه 2016 لغايه النهارده تم الرجوع على. طيب، هنا بيقول لك خلي بالك المورد دون، المورد دون بيعمل ايه؟ المورد ده اللي بيعمله هو بيقوم بخدمه. ليه بيقوم بخدمه؟ المورد دون بيروح ياخد الضريبه من المستهلك ويديها لك، هو بياخد منها حاجه؟ اذا هو بيقوم بيقول لك لا، يعني ده في تسهيل بيسهل لك مهمة تحصيل الضريبة. علشان كده بالمصري نقدر نقول قال لك ايه؟ قال لك لازم تاخده على حجرك او تريحه، وإلا مش هيعمل لك حاجة. من هنا الكلام اللي اشار ليه الاستاذ طلعت واللي محسن اشار ليه، ملهوش الا وسيلة واحدة، هو احنا عندنا القانون في الضريبة على القيمة المضافة واخد بفكرة الريفيرز تشارج اللي هي التكليف العكس، سواء كان المستورد للسلعة والخدمة شخص تاجر يعني او مستهلك زي حالاتي. طيب، احنا بنحاول ان احنا نضمن او على الاقل اذا كان المستورد للسلعة الاول بالنسبة للسلعة هي لازم حجيلك عن طريق المنافذ الجمركية، وبالتالي السلعة خارج الحوار اللي انا بتكلم فيه، سواء كنت انا مصطفى اللي بيشتريها او شركه لازم تيجي على المنافذ، واحنا المنافذ الجمركيه اللي بتتولى تحصيل الضريبه على القيمه المضافه، وما عندناش اعفاء في الجمارك فلا تزيل المشكله اللي عندنا اذا كان في تهرب على الحدود، اذا كان في سلع زي السجاير او غيره بتدينا على الحدود، لكن لو جات له عن طريق المنافذ بالتاكيد هتخضع على الضريبه في المنافذ، وبالتالي مشكلتي انا ازاي اسيطر على الحدود. اما المشكله موجوده مع الخدمات. طيب، مع الخدمات اذا كان المستورد للخدمه هنا شخص بيقوم بنشاط تجاري هنا، القانون اتكلم على التكليف العكسي، وده موجود مع الماده 32 من قانون 67، وهنا بنقول ان هو صاحب مصلحه في الافصاح عنها. ليه؟ لانها تعد من التكاليف بالنسبه له، ده نمره واحد. نمره اثنين،
ان المعالجة الضريبية اللي وردت في القانون 67 كانت معاملة شيك، والمعاملة دي بتاخد بيها النظم المتطورة وواخدة بيها دول الخليج. ان هو بيقول له ايه؟ هو ما بيقولوش ورد، هو بيقول له الخدمة المستوردة احسب الضريبة عليها، اذا كنت انت بتبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة فحطها مخرجات ومدخلات في نفس الوقت، بحيث انه هيحصلها مع البيع الفعلي بعد كده، يبقى ما دفعش. اما اذا كان هو بيبيع سلعة او خدمة معفية، هنا قال له لا، تورد الضريبة خلال 30 يوم. هنا بقول هو صاحب مصلحة. ليه؟ لانها ضمن مشترياته، فلما هيبيع يبقى بالتأكيد في الحالة دي لازم يبقى بالمصلحة يثبت. وبالتأكيد الحديث عن الفاتورة الالكترونية والمنظومة الالكترونية هيلعب دور هنا، ولكن انا عايز اؤكد يعني تصرف محمود، واحنا بدأنا متأخرين بالنسبة للي بره، يعني مش بالنسبة للعالم العربي، لكن القصة ما تحلتش لسه، او ما تحلتش، او في اجراءات تانية لازم ان احنا ناخد بيها. طيب ده بالنسبة. طب بقى لو كونسيومر، وهنا بقى الكلام اللي قال عليه الاستاذ طلعت، واللي نعرف انه موجود في مجلس النواب، بس صناعة مصرية، يعني انا ليه تحفظ عليه لان احنا ما خدناش. ايه اللي بيعمله بقى؟ الحقيقة المشكلة دي زي ما قلنا مشكلة، لو اللي بيشتري مستهلك زي حالاتي، في كل دول العالم في تهرب، وان الريفيرس تشارج لم ينفع مباشرة مع الكونسيومر، سواء كان مصري او امريكي او فرنسي او سعودي، او لم ينفع، في تهرب. ايه اللي حيودينا انا اروح؟ وفي نفس الوقت ما تقوليش بقى هتابع مع شركة الاتصالات او البنك او بتاع البريد. الحقيقة هذا الكلام يعني لم يثبت نجاحه. يعني هو كان في مقترحات ان الراجل اللي بيشحن يحصل ان البنك، هو البنك عارف انا دفعت فلوس ايه، عشان يقدر يحدد النسبة او البتاع. يعني الحقيقة المسألة مش ممهدة قوي. الداتا اللي انا ممكن اخدها موجودة، وان الداتا موجودة مع واحد بس ومصلحتك معاه هو المورد الاجنبي. عمل بقى الاي سي دي، قالت ايه؟ طلعت اللي هو السيمبليفايد ريجستريشن اند كوليكشن ريجيم، هو نظام مبسط لتسجيل وتحصيل الضريبة. دي بتعملها ازاي؟ دي بتروح له، هو مش هديك داتا، هو اللي هيعمله ان هو لو باع لمصطفى عبد القادر هيحصل الضريبة ويديها لك. بس تعمل ايه؟ قالك ما تقرفنيش او ما تقرفوش. يعني ايه ما تقرفوش؟ قالك ما تجوش تقول له تعالى اعمل لي ممثل، لان عمايل الممثل هيعمل له مشكلة مع ضريبة الدخل. فقال لك اعمل له اي ريجستريشن، اعمل له اي فايلينج، ما تقولوش تعالى قدم اقرار، اعمل له اي بايمنت، اعمل له اي اوديت، اعمل له فاتوره برضو اي انفويس. وقال لك الفاتوره ما تعمل لهاش، انت دلوقتي عامل فاتوره بالنسبه للبيع والشراء في الداخل، حاطط بيانات كتيره. هو بيقول يعني انت حاطط مثلا احسب الضريبه على المدخلات اللي هتخصمها. الراجل ده ما بيخصمش ضريبه على المدخلات لان ده مصدر، وبالتالي حدده خمس بيانات. اللي انا عايز اكد عليه ان احنا مش مطلوب ان احنا نخترع العجله. العلاج هنا بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ملوش إلا وسيلة واحدة، إن أنا أشتغل مع النموذج اللي هو الجاد لاين اللي طلعته الأو سي دي، واللي هو بينصحك بيقول لك إيه؟ إن ما عملتش كده هيبقى عندك مشكلة، إن أنت هيبقى عندك خدمة أو سلعة مش هتخضع للضريبة خالص، وده هيأثر على المنافسة، أو تخضع للضريبة مرتين، ده معناه إن ازدواج هيأثر على المنافسة. وبالتالي الحديث عن الضريبة على القيمة المضافة الحقيقة حلها مش معاك انت، حلها مع اذا كانت جاية من برة المورد في الخارج، حلها انك تطبق، مالكش اختيار الا انك تطبق، لانك انت مش هتقدر تعمل حاجة. مصطفى عبد القادر عمل خد خدمة من برة ولا هتشوفها، حتى لو دفعتها عن طريق البنك انت مش عارف انا بدفع ايه، ومش هتقدر. انت عندك 10 وعندك 14 وعندك حقيقة حاجات كتيرة، وبالتالي هم عمل. اللي انا عارفه ان هو، انا قريت طبعا التعديل بتاع القيمة المضافة، كان بيتحرك مع نفس المنهجية، بس للأسف حط البصمة المصرية اللي هي هتعمل مشكلة في التطبيق، واللي هتبقى عاملة زي تعريف الخدمات المستوردة والخدمات المصدرة. هو بره بيقول لك ملوش علاقة بالكلام ده، هو بيقول لك ايه؟ اذا كان البيع من تاجر في مصر لتاجر بره، هو في الحالة دي سلعة مصدرة بالنسبة لمصر ومستوردة بالنسبة للدولة الأخرى، والعكس صحيح. ما
مع التمييز، ويمكن انا اشرت اكتر من مرة ان للأسف مشروع الضريبة على القيمة المضافة اللي كان معمول في سنة 2014 كان عندنا مادة، المادة عشرة من المشروع القانون اتشالت من غير وعي، لان الامر لا يتعلق بمكان الاداء الا في بعض الانشطة زي الفنادق زي المعارض، لكن في غالب الاحوال بالنسبة للانشطة الاخرى ما بيتمش. المهم ان المنهجية دي حطها الاوسي دي، فاحنا مطلوب علشان نحكم الضريبة على ده. طيب حاجة انا بقى على اليوتيوبر، هل هنا هو مخاطب بالضريبة على القيمة المضافة؟ ده السؤال، هل هو مخاطب؟ قولا واحدا لا. لا ليه؟ اذا اعتبرنا جدلا، وانا بختلف، اذا اعتبرنا جدلا ان الكونتنت كرييتور ده المحتوى اللي بيديه لليوتيوب بيبيعه، هو ما بيبيعوش. اذا افترضنا انه بيبيعه، واذا افترضنا انه خدمة مدفوعة بيد، يعني هقول هنا ده تصدير، لان هنا تصدير ولا مش تصدير يبقى ياخد على الضريبة بسعر صفر. يعني هو لو 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 سجل، بس المفروض هو يفهم هذه المفاهيم، هيسجل وفي الحالة دي ده هيديله ميزة انه يخصم الضريبة، يسترد الضريبة على المدخلات اذا كان المحتوى دوا بيبقى محمل بضريبة على المدخلات، حتى ولو كان الامر يتعلق باعلان. يعني حتى لو وان كان طبعا الاعلان ممكن نصطدم بالاعفاء اللي موجود في البند 57، وهنا بنتكلم على اعلان جاهز. اذا اليوتيوبر كل اللي بيعمله هو بيدي محتوى، ما بيدوش انه ممكن ما ياخدش فلوس. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اليوتيوب هو اللي بيتعاقد مع المعلن، وهنا السؤال، هل المعلن هنا قد، اذا كان المعلن من مصر فحنسأل نفسنا سؤال، اما ان الاعلان في الحالة دي خاضع للضريبة، وطبعا احنا عارفين المادة 57 ما بتخضعوش الاعلان بشكله النهائي، في الحالة دي ان هو هيبقى فيه ريفيرس تشارج. طيب مفيش معفي، يبقى خلاص يبقى هو مش خاضع للضريبة. اذا المنهجية الحديث عن وجود الضريبة على القيمة المضافة مع اللي هي بقى اللي هي الفاليو نتورك، اللي هي وكلامي محدد عشان ما الدائره لو وسعت ممكن هقول كلام تاني خالص، لكن انا بتكلم اذا حصرنا شغلنا مع شبكات التواصل الاجتماعي لا يوجد مجال للخضوع للضريبه على القيمه المضافه. لكن ارجع اسال سؤال بقى، ما احنا عندي لينكد ان احيانا بتبقى باشتراك، هنا يخضع ولا لا؟ اذا كانت الاجابه يخضع، ممكن يخضع وفقا للتوسع في تفسير فكره الاشتراك، لكن هنا مين انا اللي باخد الخدمة؟ لكن مورد الخدمة مين؟ مورد خدمة لينكد ان، وبالتالي انت مش هتقدر تحصلها الا لو اتفقت مع لينكد ان. يبقى من حيث المبدأ انتهيت الى ان الاشتراك اللي بيدفع مع شبكات التواصل الاجتماعي خاضع على الضريبة نمرة واحد. نمرة اتنين، انت بذاتك مش هتقدر، لازم، واعتقد الباب مفتوح لان في دول افريقية خلاص انضمت وهيجيب حصيلة بالتأكيد. يبقى احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا محتاجين نميز بين طبيعه النشاط، ولان ده دي الحاجات اللي محتاج الممول يعرفها بالتاكيد، اما الكلام المجمل بيخلق بالتاكيد صوره ضبابيه. طيب كل اللي احنا اتكلمنا عليه ايه بقى؟ احنا كنا بنتكلم كل ده على الجماعه المقيمين في جمهوريه مصر العربيه، وطبعا القيمه المضافه اتكلمنا، لكن هاجي اتكلم على، يمكن الاستاذ طلعت ما اشارش طبعا لغير المقيم، لان غير المقيم له منهجيه ان شاء الله انا هتكلم عليها مش اقل من ساعه ونص يوم الجمعه ان شاء الله في يعني عرض في ندوه على الفيس مع الدكتور زكريا حسنين وهو موجود معانا على المنصه. هنتكلم بقى على النظام الضريبي الدولي الجديد اللي احنا هيبقى لينا فلوس، هنستفيد بالتاكيد، لكن اللي انا عايز اكد عليه لا وجود للسلطات الضريبيه، يعني مش هيقدم لي اقرار. هناك منهجيه انا هتكلم فيها، وهو ده بقى الاقتصاد الرقمي او اللي هم سموه هايلي ديجيتالايز، وده بيشمل الثلاث نماذج التجاريه اللي موجوده، ومنها على سبيل المثال يمكن في شبكات التواصل الاجتماعي كان في عندي حاله تانية انا ما قارنتش بينها، اللي هي موضوع لو انا عايز اجر سياره في الامور العاديه انا بروح لشركه بتاجر سياره، ده النموذج التقليدي.
برضو لو انا عايز ابحث عن فرصه عمل في مكاتب بروح لها. النهارده عندنا المساله مختلف، عندنا اوبر ما هو بيأدي نفس الخدمه اللي موجوده، بس ده نموذج رقمي، عشان كده ده بيخش في شبكات في الفاليو نتورك. هنا بيعمل ايه كل الكلام ده؟ احنا بنتكلم على، يعني لما بنيجي نتكلم على اوبر، لان قيل على ان اوبر احد الاخوه ألف احد البرامج ان اوبر العالميه بيدفع فلوس، لا قولا واحدا لا، ما تقدرش، مش من حقك. لو وفقا للقانون الضريبي الداخلي، وده قصته قصه تانية هنتكلم عليها بعدين، ولا الاتفاقيه بتديك الحق، ما بتديكش الحق ان انت تاخد ضريبه من الشركه العالميه. لكن تاخد من مين؟ هتاخد من السواق اذا خضعته للضريبه، هتاخد من الشركات التابعه الاوبر اللي موجوده في مصر، اللي هي الكول سنتر، او اللي هي، وهي طبعا بتشتغل لنظام الكوست بلس. اذا الكلام احنا اتكلمنا الحقيقه على المقيمين، وهنا انا يعني بستكتر على ان كل الكلام اللي احنا قلناه نقول ان احنا بنتكلم على الاقتصاد الرقمي. لا، مش بنتكلم على الاقتصاد الرقمي، احنا بنتكلم على واحد موجود عندي في مصر بيبيع، وان كان بيعمل اعلان على موقع او بتاع، لكن القصة مش قصة منصات او لا تعد مؤسسات رقمية بشكل. طيب بالنسبة بقى لجوجل والكلام ده كله، انا اؤكد لحضرتك هما مش هيدوك بيانات، مش هيدوك بيانات. نمرة اتنين، الوحيد، وده النظام الضريبي العالمي اللي هتكلم عنه، الوحيد اللي يعرف باع في مصر قد ايه، لان الولايات المتحدة الامريكية ما قدرتش تعرف. وزي ما انتم عارفين لما حب ياخد بيانات منهم ما عرفش ياخد بيانات ترامب لما كان موجود. طيب مين اللي يقدر يحدد الشركات اللي احنا بنتكلم عليها شركات رقمية باع في كل دولة؟ هو واحد بس، هي الشركة. لم تستطيع بنوك الولايات المتحدة الامريكية انها تعرف، لم تستطيع هيئة الاتصالات في الولايات المتحدة الامريكية انها تعرف. عشان كده حطوا نظام عالمي جديد جنب كل الدول، هو هيدفع ضريبة في 60-70 دولة، لكن هيقدم إقرار لقالك في دولة واحدة بس. طبعا اللي محتاج يعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، لأن الموضوع فيه تفاصيل كتير، هيكون لقاءنا يوم الجمعة إن شاء الله. أنا طبعا يعني في ختام حديثي بوجه التحية للدكتور محسن وللأستاذ طلعت، وطبعا بقى أؤكد، يعني بقول لهم الله يكون في عونكم بالتأكيد، لكن المشوار قدامكم طويل، بس هي الفكرة محتاجة مننا ان احنا نصوب الرؤية، لان اللي بيسمع ان ما فهمش بالتأكيد هيجد صعوبة، بالاضافة طبعا للعلاقة بين القانون 152 زي ما اشار الاستاذ طلعت وبين ضريبة المهن، موضوع غاية في الاهمية. فعشان كده احنا محتاجين في الادلة بتاعتنا قدر من التفصيل. المبدأ زي ما هو قال، لا هو خاضع للضريبة من سنة، مش من 2005، من 2014، لان المقيم طبعا من 2000، المقيم من سنه 39، من قانون 14 لسنه 39 اي ايراد بيحققها خاضع للضريبه سواء رقمي او غير رقمي. لكن الخروج لفكره العالميه بدات مع القانون 91 بالنسبه للشركات فقط، ومع القانون 53 لسنه 2014 عملها بالنسبه للاشخاص الطبيعيين، بشرط يكون الايرادات المحققه في الخارج هي امتداد لنشاطه اللي موجود، النشاط التجاري او الصناعي او المهني في جمهوريه مصر العربيه. وانا يمكن لخصتها في عبارتين، في اوفشور وانشور. الاصل الاوفشور يعني الانشطه اللي انا بعملها مصطفى المقيم في مصر بعملها في الخارج، والانشور الانشطه اللي انا بعملها في الداخل. شرط خضوع الايرادات التي يحققها المحاسب او المحامي او اي شخص طبيعي مهني او تجاري عن ايرادات محققه في الخارج، مصر مش من حقها تخضع للضريبة إلا في حالة واحدة، إذا كان النشاط في الخارج امتداد لهنا. طب لو مش امتداد، لا مش من حقنا نخضع للضريبة. وطبعا أنا قلت قبل كده يعني القصة اللي حصلت بخصوص هذه المسألة. أنا آسف للإطالة، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. أشكرك يا دكتور مصطفى على هذا العرض المستفيد. أدعو أخي الأستاذ عماد الجندي أن يفتح لنا الصوت للدكتور محمد عمران والأستاذ محمود باب الله والأستاذ زكريا حسنين. ويمكن أبدأ بأستاذنا الكبير الدكتور محمد عمران، أسأله عن تعليق على موضوع. دكتور عبد الرسول، احنا لنا تعليق طبعا. طبعا 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 طبعا, طبعاً, 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 طبعاً.
احنا النهارده احنا عاملين الجزء الثاني عشان نسمعكم. طبعا طبعا. فانا بدعو الاستاذ الدكتور محمد عمران، بس احنا ما اتكلمناش على قد ما حضرتك اتكلمت. معلش ما هو انت بقى ضحيت بحقك، انت ضحكت علينا. كلامك يا محسن خير وكلام، انت ضحكت علينا مش انا قلت ان انت ضحكت علينا. الدكتور مصطفى بيعمل مذكرات تفسيريه وشروح ومتن وكده. لا ده انا بقول كلام الناس بيقولوه مش انا اللي بقوله كمان. طبعا استاذنا الدكتور عمران، نعم. عاوزين نعرف رايك ايه في موضوع الضريب على المؤسسات الرقميه، ده نمره واحد. نمره اتنين، الدكتور ياسر عز معانا بيسال، انا هقول كده فهمي للموضوع وارجو ان حضرتك تردنا على بعض التساؤلات فيها. النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي مصلحه الضرائب اصدرت بيان عن طريق المركز الاعلامي لها، بتقول والله احنا لا مصلحه الضرائب ولا وزاره الماليه قدمت مشروع قانون للتجاوز عن مقابل التاخير، وان اللي عاوز يستفيد من تخفيض مقابل التاخير عليه ان يلجا للقانون 16 لسنه 2020 اللي بيديله تخفيض 30%. انا اجزم ان البيان اللي صادر من المصلحه ده ما تعملش النهارده، ده كان بيان نشر قبل اسبوعين قبل تقديم 60 نائب من نواب مجلس النواب بمشروع قانون بالتجاوز لم يتم مناقشته حتى الان. لكن السؤال للدكتور عمران، هي مصلحه الضرائب تملك انها تقدم مشروع لمجلس النواب ولا وزاره الماليه تملك، ولا التفصيل لاعضاء مجلس النواب ثم بعد ذلك للحكومه؟ حضرتك لو تسمح، اقتراح بالتشريع ممكن يقدم من اعضاء مجلس النواب وممكن يقدم من السلطه التنفيذيه، ده حق هذا وزاره ولا وزاره الماليه. مصلحه الضرائب مالهاش شخصيه اعتباريه، لا بصف. تملك هذا الامر، الذي يملك هذا الامر وزير الماليه هو الرئيس الاعلى للمصلحه وهو ممثل مصلحه الضرائب. يعني لما ترفع دعوه سعادتك ما ترفعهاش على رئيس المصلحه، ترفعها على وزير الماليه باعتباره صاحب الصفه والرئيس الاعلى لمصلحه الضرائب. دي مصلحه مش هيئه، وبالتالي ليست لها صفه في هذه الامور. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ليا تحفظ بعد اذن حضراتكم، انا سمعت طبعا الاستاذ طلعت عبد السلام والدكتور محسن جمجوم واستاذنا الدكتور مصطفى عبد القادر ارفاقيه الضريب الدولي. انا اريد حاجه معينه، المعامله الضريبيه للشركات المدنيه المهنيه. الاستاذ طلعت عبد السلام قال دي بتخضع للضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه، هذا الامر مردود عليه. بمعنى الماده 54 اللي اشار اليها استاذ طلعت عبد السلام، دي ماده جايه في اللائحه، هل تملك اللائحه ان تخضع لضريبه؟ هذا الامر انا عندي بحث في هذا الموضوع، قدمته للمؤتمر اللي عملته جمعيه التشريع بالتنسيق مع دي جامعه الدول العربيه، المعامله الضريبيه للشركات المدنيه المهنيه، وانتهيت في هذا البحث ان الماده 54، اولا احنا ما عندناش قانون للشركات المدنيه المهنيه، ما عندناش قانون في هذا الموضوع، على ان احنا خدنا بالمعيار الشكلي وسيبنا المعيار الموضوعي بعد القانون 17 لسنه 99 الماده 10 اللي قالت ان الشركه التجاريه حتى ولو كان غرضها مهني. ايوه كده، الشركه التجاريه حتى ولو كان غرضها مهني. الله يفتح عليك. خدنا بالمعيار الشكلي ولم ناخذ بالمعيار الموضوعي. فرنسا لما عدلت قانونها، لان الماده 10 دي عنهم، عملت قانون خاص بالشركات المدنيه المهنيه. ما زال التشريع المصري يفتقد لوجود قانون للشركات المدنية المهنية. مادة 54 اللي أشار إليها أستاذ طلعت عبد السلام لا تملك التشريع، إن الوعاء والسعر وطريقة التحصيل أمور خاصة بها المشرع، السؤال من خصوصيات المشرع لا السلطة التنفيذية، السلطة اللائحية. والمادة دي أنا كاتب فيها إنها مشوبة بعدم الدستورية، إنه لا يجوز للائحة أن تشرع. وإحنا في هذه الدراسة انتهيت إن مصر في حاجة ماسة لقانون ينظم الشركات المدنية ويلغي المادة 54 سيئة السمعة. وعايز أقول لحضرتك طلعت بيه حاجة بعد إذنه، لجان الطعن
في احد مكاتب المحاسبه الكبرى اعتنقت الراي الذي ذهبت اليه واخضعته للضريبه على المهن الحره. وان كانت المصلحه طعنه ما اعرفش انا بالضبط الوضع ده ايه، فانتهت لهذا الامر. فاذا المكان واشار لمكاتب ودكتور مصطفى اشار للموضوع مكاتب المحاسبه دي ما تخضعش للضريبه على ارباح الاشخاص الاعتباريه، اللي بتخضع للضريبه على ارباح المهن غير التجاريه. هو انا بس عايز ااكد يا دكتور محمد ان هو ده كان الهدف. هو طبعا انا بتفق معاك ان اللائحه متتجاوز ده تشرع يا دكتور، بس احنا بنتكلم لان كان تعريف اللي هو تعريف الشخص الشركه بيتكلم على ان هو كل الشركه التي تنعقد بين شخصين. احنا خدنا الوقت مش شخص واحد، هو كان بيتكلم يعني اللي هي شركه الواقع، تعريف شركه الواقع ان الشركه اللي بتنعقد دون انعقاد شروط الانعقاد او الشرط. احد الاساتذه على ما اذكر مين دكتور محسن او استاذ طلعت عبد السلام قال ان الشركه تقوم بغير عقد. هذا قول مردود عليه. استاذ السنهوري قال كده، لا تنعقد الشركه الا بعقد. ماده 505 من القانون المدني ده شرط انعقاد الشركه من الشروط الشكليه بل ايضا والموضوعيه. لا فيش حاجه اسمها شركه. اتفضل. انا بقى اسمحني ان انا بس اختلف مع فيدي دكتور محمد بس. نعم يا دكتور. احنا بنتكلم يا دكتور محمد، معلش يا دكتور عبد الرسول. اتفضل. وهنا هي شركه الواقع جت منين؟ نعم. هي شركه لاغراض الضريبه، علشان كده التعريف نفسه بيقول كده، هي الشركه التي تنعقد بين شخصين او اكثر دون ان تستوفي اجراءات الانعقاد او الشهر. وطبعا عاد الشركه بس هو ليه قال دي؟ لان احنا من الناحيه النظريه لو كان زمان بيجي لنا، احنا اتربينا على كده، لو انا عندي ورشه مثلا وجاي الاثنين مأجرين بعقد ايجار واحد، يعني استاجر فلان وفلان وبيزولوا النشاط، احنا كنا بنعتبر انها شركه واقع لاغراض الضريبه. اذا هي لاغراض الضريبه تختلف عن اذا هناك سند قانوني لوجود هذا السياسة. طبعا التعريف موجود بدون عقد او بدون سند قانوني. هذا قول لا يعني لا لم اسمع عنه طول حياتي امتدت دي 75 سنة. المهم انا دكتور محمد. نعم. لما نذهب الى ان المادة 54 هي شبهة شوائب. مشوبة بعدم الدستورية. هل قرار اللجنة اللي صدر. نعم. لم يحاسبك اشخاص اعتبارية. لا. لا تعلق بأسس المحاسبة أخضعها لإيراد النشاط المهني، بمعنى إن حاسب كل شريك على حدة عن نصيبه في الإيرادات المهنية. نعم 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 نعم. وهذه المنشأة فيها أكثر من 18 ولا 20 شريك وكلهم بيقدموا إقرارات ضريبية منفردة. أيوة. لو تتذكر يا دكتور عبد الرسول، هي دي جت مشكلتها، جت نتيجة ايه؟ المهن قبل قانون 91 كان عندنا شركات لو قام محاسب ومحامي نعم يعمله، هي دي بالظبط، علشان كده دي بتخدم. لكن هو طبعا اسيء توظيفها، لان حتى بيعمل ايه؟ يعني بيقول لك ان انا اعمل النقدي بس ويجي عند الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ما يخصمش 5، يروح يقسم 1%. هو يعني هو ده يعني هو اراد ان يتغلب على هذا الامر يا دكتور مصطفى، فابتدع نعم. المادة 54 للتغلب على ده. زي ما انت بتقول اختراع مصري. اختراع مصري. اشكرك يا دكتور محمد. انا برضو بنشكر الاستاذ طلعت عبد السلام والاستاذ الدكتور محسن برضو الجيار على احنا استفدنا طبعا من الكلام بتاعهم، وربنا زي ما قال الدكتور مصطفى كان الله في عونهم بظل المورد ده والتشريعات الرقمنه دي اللي سماها الدكتور مصطفى، ودي حاجه جميله جدا. وانا برضو اقرا في موضوع عن الاقتصاد الرقمي جبته جنبي وعملها كده، وربنا يوفقكم ان شاء الله. اشكرك يا دكتور محمد. استاذ محمود ده بالله يا فندم. اتفضل. هو انا طبعا مع احترام الكامل لكل اللي قاله الاستاذ دكتور محمد عمران، وهو استاذ انا شخصيا في المكتب. يا عم العفو يا حبيبي العفو. خارجه. لكن انا بس عايز اقول حاجه يعني قبل ما اعقب على اللي قال. طبعا انا بشكر الزملاء الثلاثه المحاضرين المحترمين، يعني
انه الماده 54 من اللائحه التنفيذيه لم تشرع شيء. الماده 54 من اللائحه التنفيذيه كانت بتتكلم على اليه احتساب الوعاء، بان الوعاء هنا خاص بشركه من الشركات المهنيه، فلخصوصيه انها مهنيه فالايرادات هتحدد على الاساس النقدي، ولخصوصيه انها شركه فالتكاليف هتحدد على اساس استحقاق. لكن هي لم تشرع شيء. اللي شرع الإخضاعها للضريبة على الأرباح الأشخاص الاعتبارية هو قانون الضريبة على الدخل نفسه، اللي بيقول إن هنا في عندنا ثلاث أنواع من الضرائب. أولهم الضريبة على دخل أشخاص طبيعيين اللي بتصيب شخص طبيعي، وثانيهم اللي هي الضريبة على الأرباح الأشخاص الاعتبارية اللي احنا بنتكلم عليه. أنا مش عايز أدخل كتير في الموضوع ده، بس أنا حبيت أسألك. ما فيش تعريف يعني للشركة المهنية يا أستاذ محمود. أيوه أنا عارف، أنا فاهم. ما فيش تعريف للشركة. يعني الرأي موضع خلاف. انا كنت بس كان يهمني هو الحياة الشهية اتفتحت لموضوعات كتيرة للكلام، لكن هو في معرض الكلام لما كان زملاء بيكلموا تم اتقال ان القانون الاجراءات الضريبية الموحد خلى مدة التقادم بقت 8 سنين، يعني كلام وقيل من هذا القبيل. وانا حبيت ان انا اقول بس ان انا مختلف مع هذا الكلام، لان احكام التقادم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية الموحد في مسألتين متعلقتين بالتقادم، مسألة متعلقة بتقادم دين الضريبة، ومسألة متعلقة بتقادم الجنائية. نعم. الضريبية المنصوص عليها سواء في قانون الإجراءات الضريبية أو في القانون الضريبي بأنواعه اللي احنا عارفينها، اللي هي إذا كان ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة أو رسم كمية موارد الدولة. فبالنسبة لأحكام التقادم العادية اللي منصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، واللي هي ألغت الأحكام الخاصة بالتقادم في قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة وغيره، بموجب مادة 44 أحكام التقادم رجعت مرة تانية بقت 5 سنين. كان في قبل أول مصادر القانون كانت أحكام التقادم في هذه المادة كانت 5 سنين و6 سنين في حالات التهرب على النحو اللي كان موجود عليه أو منصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل، لكن تم إلغاء هذه المادة أو تم تعديلها بموجب القانون 211، وأصبح التقادم بتاعها تقادم طبيعي اللي هو 5 سنين. أما بشأن تقادم الدعوة الجنائية فده تم برضو بموجب القانون 2020 تم استحداث المادة 74 مقرر اللي كلمت على تقادم الدعوة الجنائية، وقالت إن يبدأ حساب تقادم الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اللي هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو في القانون الضريبي بعد مضي 5 سنوات من نهاية سنة الإسحاق عن الضريبة. ده تقادم متعلق بتقادم الدعوة الجنائية فقط، ولا يسري على أحكام الضريبة على الدخل أو على الضريبة على القيمة المضافة أو إلى آخره. التقادم الطبيعي 5 سنين للدين الضريبي اللي هو نقدر نقوله باللغة القانونية الدين المدني، أما الشق الجنائي فالتقادم بتاعه هو هنا بقى موجود 5 سنين، لكن تبدأ من نهاية السنة اللي بتتحقق عنها الضريبة، وده موضوع كنا اتكلمنا فيه قبل كده. وشكرا جدا واسفر يا استاذ محمود، و يعني يا ريت الاستاذ عماد يفتح لنا الصوت للاستاذ عمرو سالم والاستاذه ملك عبد الحليم، والى ان ادعو اخي الاستاذ زكريا حسنين للتعقيب والمداخله. اذكر للتاريخ انه عندما كانت اللائحه التنفيذيه للقانون 91 لسنه 2005 في شكل مشروع يبحث ويناقش، كنا في فندق شبرد في القاهرة، وكان رئيس المصلحة وقتها الأستاذ حسني جاد الرجل الفاضل رحمه الله. كان التساؤل والمداخلة اللي تمت من الأستاذ حمدي هيبة ومني كيف تحاسب الشركات المهنية، فعندما اقترحنا أن تحاسب على أساس نقدي بالنسبة للإيرادات وأن تحاسب على أساس الاستحقاق بالنسبة للمصروفات، كان اقتراحنا ينصرف إلى أسس محاسبة هذه الشركات المهنية، لكن ما نقدرش أبداً نقول إننا نحاسبهم كشخص اعتباري في ظل مثلاً إن القانون 133 لسنة 51
Recording in progress. مين مؤدي الخدمة؟ مين المستفيد من الخدمة عشان نعرف نحصل ضريبتنا؟ فهنا في الحالة دي المؤدي الخدمة اللي هو الشخص نفسه اليوتيوبر أو البلوجر. مين المستفيد بالخدمة بقى؟ هنا بقى النقطة حاجتين. المستفيد بالخدمة هنا والكلام للدكتور محسن مخصوص، المستفيد من الخدمة المفروض عدد المشاهدات، بس لو خدنا عدد المشاهدات هنيجي نقول الخدمة المصدرة والخدمة المصدرة، يبقى أنا محتاج من اليوتيوب يقول لي كم واحد اتفرج من بره مصر وكم واحد اتفرج من جوه مصر. إنما هو المستفيد بالخدمة فعلا الشركات المعلنة على اليوتيوب، لأن هي دي اللي بتدفع ثمن الخدمة مش المشاهد. فالشركات المعلنة على اليوتيوب جدا. تمام. وأنا أتفق مع حضرتك جدا إن, 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 إن مؤدي الخدمة هو اليوتيوبر، صح كده؟ بالظبط. ايوه فندم. فبالتالي كده مؤدي الخدمه والمستفيد هو الشركات المعلنه، والمستفيد هو المشاهد يا فندم. المستفيد هو الشركات المعلنه المشاهد، يعني انا المستفيد هو المشاهد. ثواني. المشاهد يا فندم هو المستفيد من الخدمه. لا يا فندم، لا 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 لا، ثانيه واحده بعد اذنك يا دكتور. المستفيد من الخدمه ما دفعش ثمنها، اللي دفع ثمنها شركه الاعلان. هو لما حضرتك بتتفرج لما حضرتك بتتفرج على ماتش على اون تي في بتدفع ثمنه؟ على اون تي في لا ما بدفعش ثمنه. مين بقى اللي بيدفع ثمنه؟ الشركات اللي بتعلن في اون تي في. ايوه انت يبقى مين اللي استفاد وحضرتك بتتفرج على الماتش؟ مين اكتر واحد استفاد؟ انت المشاهد انت متلقي خط، انت المتلقي الخدمه. في يعني دكتور محسن، معنى كلام حضرتك ان انا اول ما امسك الموبايل كده واروح جايب يوتيوب واقعد اتفرج على فيلم او على مسرحيه او على حركه او واحد أو يوتيوبر او بلوجر اروح دافع ثمن؟ لا مفيش دافع ثمن. في منصات، في منصات ضريبة. ادفع ضريبه يا فندم. ثواني يا فندم. في منصات فعلا بتدفع ثمنها، زي شو تايم، زي واتش ان، زي منصات فعلا زي اي ار تي، زي حضرتك المنصات. طب. دي حضرتك عشان تتفرج عليها بتدفع اشتراك. وفي منصات ثانيه، وفي منصات ثانيه زي مثلا زي بين سبورت، دي حضرتك بتدفع ثمنها. في منصات تانية عملتها بشكل مجاني زي اون تي في وزي ام بي سي وزي انا بتكلم على التي في يعني، وزي منصات الالكترونيه. ده حضرتك بيعتمد على عدد الفيورز. ليه عدد الفيورز؟ لان عدد الفيورز هو هنا بيعتبره ان هو متلقي الخدمه، اللي بيزد عليه بيحقق تارجت الاعلان بتاعه. لا ثانيه واحده، ثانية واحدة بعد إذن حضرتك. أصل الحاجات دي أنا دارس فيها كويس قوي. أنا بقول لحضرتك كلام يخدم المصلحة، لو تسمعني لغاية الآخر والله الكلام يخدم المصلحة، وهديك حاجات هتخلي المصلحة دي تكسب في المذكرات يا كتير قوي. خلينا في المذكرات يا فندم. أنا بس كان ليا تعليق بس على دكتور مصطفى عبد القادر، في ولا تكمل حضرتك قلت عليه ايه؟ كمل حضرتك يعني قلت عليه. انا هديك معلومتين كمان يا دكتور محسن هيفيدك. اتفضل يا عمرو بيه. فمن وجهه نظري ان اليوتيوبر والبلوجر ده ملوش حد تسجيل، ده جدول 10% على طول، زيه زي الممثل زي اي حد خلاص. وده هيتعامل عادي لان هو بيقدم منتج. المستفيد من الخدمه هنا لو دخلنا في عدد المشاهدات، هخش انا كمحاسب قانوني، انا هكلمك بمنتهى الصراحه، هخش كمحاسب قانوني ههدر لك الكلام ده كله. ليه؟ هقول لك عدد المشاهدات الخليجيه خدمه مصدره سعرها صفر، طلع لي بقى الخارج والداخل. انما لو جبت لك، لو قلت لك شركه الاعلان هي اللي بتدفع ثمن الخدمه، شركات الاعلان كلها اللي بتيجي على اليوتيوب مصريه، يبقى اذا الفلوس اللي بتيجي لليوتيوبر تاخد على 10%. كده اكمل لحضرتك بقى معلومه مهمه جدا حضرتك ما خدتش بالك منها وانت بتحكي وانا سامعك كويس. برامج موجوده على الانترنت عباره عن ايه؟ ان في عندك ناس بتطلع بيدي لايف معين، واللايف ده هو بيشتغل في وكاله، وانا يعني انا عمرو او دكتور مصطفى انا شايف ده، انا ممكن اشحن ب 100 جنيه ب 200 جنيه الكلام ده بالدولار طبعا، وارمي حاجه اسمها دعم للراجل اللي طالع ده او البني ادم اللي طالع ده. الدعم ده بيطلع بره على الصين وبيرجع في الاداره تاني، وبيجي عن طريق وكالات، وبتتوزع على الناس دي كلها. الضرائب ملهاش علم بالكلام. دي مليارات وليست ملايين. ففي موارد موجود فعلا. انا عارف ان في منصات زي كده، زي منصات مليارات. فاهم. اكتر من التيك توك بكتير. سيبك من التيك توك والكلام ده هبل. في برامج تانية فيها ملايين وفيها فلوس راحة وجاية. زي برامج وين بعدين بقى. طيب. زكريا تفضل. شكرا. زكريا تفضل. شكرا يا فندم. الصوت عندك افتح من عندك يا زكريا.
اي اتفضل. اهلا بحضراتكم، انا بشكر حضراتكم جميعا استاذتنا الافاضل على اللقاء الاكثر من رائع. انا عندي بس يعني تساؤل بسيط في ضوء اللي دكتور مصطفى قاله. دكتور مصطفى قال النهارده المنصات اللي هي الفيسبوك واليوتيوب التويتر الى اخره دي مش هتقدر تتعاون مع مصلحه الضرايب، في حين الاستاذ طلعت قال لا احنا متعاونين مع وزاره الاتصالات وكمان عاملين هنعمل او هنعمل او عاملين على حسب ما قال يعني اللي عاملين اتفاقيه مع المواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تمدنا ببعض البيانات. انا سؤالي هنا بسيط جدا، ايه هي طبيعه البيانات اللي متوقع الجهات دي تمدك بيها وازاي نقدر نستفيد منها ضريبيا؟ كمان هل البيانات اللي هتستفيد منها دي هل هتتعارض بقى مع مبدا الخصوصيه بتاع الافراد وخصوصياتهم الى اخره؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، النهارده هل في تجارب محتمده مصلحه الضرائب اعتمدت عليها لشكل التعاون بين المصلحه ومنصات التواصل؟ هل في دول معينه المصلحه اعتمدت عليها لشكل التعاون المتوقع؟ وشكرا جزيلا لحضراتكم. اتفضل يا دكتور محسن. طب استاذ طلعت ليك يا فندم تعليق؟ استاذ طلعت عبد السلام. استاذ طلعت طيب، طب لغايه لما استاذ طلعت يتشرف في الكلام. أيوة. طبعا احنا ايوه يا دكتور انا معاك يا دكتور ليك. انا معاك ليك. طيب. ليك تعليق يا فندم ولا على انا الاحسن على حضرتك؟ لا ماشي. هو طبعا انا يعني مستمتع جدا ومستفيد جدا من كل الكلام اللي بيتقال، اكيد بلا شك انا يعني استفادتي لا تقل عن استفاده اي حد من حضراتكم. انا همر بس سريعا كده يعني هو الدكتور مصطفى كان بيقول ان انا اتكلمت في اساسيات الضريبه. انا فعلا كنت قاصد ان انا اتكلم في اساسيات الضريبه، لان الاساسيات لما تبقى عندنا كلنا واضحه بيبقى سهل جدا ان احنا نتناقش من غير خلاف. دكتور عمران كان هي مشكلته كلها كانت موجودة في المادة 54 والمعاملة الضريبية للشركات المدنية المهنية، وهو استرشد بحالة استثنائية، قال ان طلع قرار لجنة الطعن وتحاسب معهم على انه كل واحد على انه شخص طبيعي. طيب يعني انا عايز اتكلم برضو بشكل واقعي قوي، والإيرادات هنا اتحققت بشكل فردي ولا الإيرادات هنا اتحققت نتيجة عمل جماعي نتيجة انهم لو تسمع ساعات ارد لدكتور عبد الرسول. انا بس اوضح السؤال. طب اوضح السؤال يعني مكتب المحاسبه ده او مكتب المحاماه ده لما جه حقق الايرادات كل واحد كان شغال لوحده ولا هم كانوا شغالين طب اكمل بس السؤال، ولا هم كانوا شغالين تيم ونتاج هذا التيم طلعت الايرادات ديت؟ دي هتفرق كتير جدا طبعا في المعامله، مش كده؟ لا بيتحسب كل شريك يعني لوحده يا استاذ، كل واحد كل شريك ليه حجم اعمال لوحده اللي بيجيبه في يعني البيت فور كده. اسمح لي يا استاذ طلعت دي لو تسمح. قانون مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه 133 لو تسمح، الماده 27 منه بيقول كده، الخاص لا يجوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنه اخرى أو القيام بعمل تجاري إلا بعد الحصول على إذا يحصر على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة الاشتغال بالأعمال التجارية. إذا لو إحنا اعتبرنا الشركات المدنية المهنية تجارية ممكن يتم شهر إفلاسها، ودي أمور. أولا دي شركات مدنية لا يجب إقحامها في الضريبة على الأرباح التجارية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، لا يجوز. ده عمل مدني منزه، حتى الأتعاب التي يحصل عليها أصحاب المهن الحرة مش دي أتعاب اسمها، سمتها الدكتورة سميحة القليوبي أطال الله عمرها الأتعاب الشرفية. أرجو يا سعادة الرئيس بعد إذنك يا إذني أن أنتوا ترجعوا لكتب الفقه في هذا الموضوع. الأعمال التجارية هذا عمل مدني على الإطلاق، ليس عمل تجاري ابدا ولا حد يقدر يقول عليه ابدا. انتوا يعني حتى الفقه الفرنسي بيعتبره كده، والدليل على ذلك ان فرنسا حينما اخذت بالمعيار الشكلي اوجدت قانون خاص بالشركات المدنيه المهنيه. احنا بقى كده خدنا بالمعيار الشكلي ولم ننشئ ولم نصيغ قانون للشركات المدنيه المهنيه. وارجو ان انت وعايز اقول لك حاجه اكتر من كده بقى، او اسال المستشار وزير الماليه الاثنين
سواء بتاع مجلس الدولة أو المستشار القانوني أفادوا بهذا الأمر. إيه رأيك بقى؟ طيب هو احنا بس احنا ما احنا ما قلناش والوزير واقف على كده واسال الوزير كمان شكرا يا كده واللي خطاهم عارف اللي خطاهم ايه راي الجهاز المركزي للمحاسبات انه مش فاهم انا هقول انا هقول نقطتين اولا احنا كمصلحه الضرائب ما قلناش انها شركه ولكن احنا قلنا لاغراض الضريبه بتعامل معامله الاشخاص الاعتباريه فاحنا ما قلناش انها شركه امر مردود عليه يناقض قانون مزاوله مهنه المحاسبه والمراجعه ويناقض ايضا الاحكام شكرا يا دكتور محمد شكرا يا دكتور محمد نكمل طيب حاضر طيب طيب خلاص بقيه بعض الاسئله انا هبعت لك يا طلعت بيه لو تسمع وهعمله إن شاء الله محاضرة في النقابة المعاملة الضريبية للشركات المدنية المهنية. إيه رأيكم الله. بقى؟ إن شاء الله. حاضر. في زميلة بتسأل جولي هالة بتقول المحاضرات مرفوعة اليوتيوب أو التليجرام كل محاضراتنا موجودة على موقع المصلحة على اليوتيوب وأرجو من الأستاذ عماد إنه ينشر موقع الشعبة موقع الشعبة آسف على اليوتيوب على صفحات التواصل الاجتماعي. دكتور محسن الأستاذة ملك عبد الحليم زميلتنا عضو مجلس إدارة الشعبة مرة تانية بتسأل على ضوء الإيضاح اللي قاله الأستاذ طلعت فيما يتعلق بمعاملة المنشآت الصغيرة في ظل القانون 152 لسنة 2020 اللي حط حدود لضريبة قطعية أو ضريبة نسبية ده بالنسبة للدخل هيعمل إيه مع القيمة المضافة اللي القانون 67 لسنة 2016 بيلزمه إن يمسك فواتير ودفاتر رغم إن القانون 152 بيقول له مش مهم محسن ايوه صح السلام عليكم يا فندم كان الصوت مقفول الصوت مقفول يا فندم لا طبعا القانون الو اتفضل قانون 152 طبعا ده كان بالنسبه قانون له مميزات جميله جدا في ضرائب الدخل لكن لو حضرتك بلغت حد التسجيل وحضرتك بتتعامل مع السلع الخاضعة لازم حضرتك تسجل طبعا في ضريبة القيمة المضافة وتصدر الفواتير بتاعتك وفقا لقانون الإجراءات فواتير على المنظومة الإلكترونية سواء فواتير أو إيصالات لما فيهاش خلاف وتلتزم بأحكام القانون في ضريبة القيمة المضافة لكن الأسعار الضريبية سواء قيم أو نسب زي ما تفضل طلعت بيه هو بيتكلم عن ضريبة الدخل فقط لكن ضريبة القيمة المضافة نلتزم بأحكام قانون 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وقانون 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة بنفس أحكامه. يعني معنى كده إن إحنا بنسحب المنشآت الصغيرة على البساط ونديها تيسير في الدخل ونلزمها بالتزامات قانون القيمة المضافة. هو طبعا احنا مش بنبسط احنا بنعمل طريقه مبسطه لحساب ضريبه الدخل وده كان رد فعل للجمهور الممولين قولوا لنا رقم ضريبه واحد ندفعه ونخلص خلال السنه قولوا لنا نسبه ونعرف راسنا من رجلينا وخلاص بلاش فحص تقديري بلاش التهديد اللي بيحصل كل وقت احنا عاملين طريقه مبسطه لضرائب الدخل ملوش علاقه بضريبه القيمه المضافه لان كلنا عارفين ان ضريبه القيمه المضافه ضريبه غير مباشره المفروض الممول بيفرضها على الحاصل على المستفيد من الخدمه او المستفيد من السلعه. طب يعني كيف يمكن تحديد يعني يحدد الممول رقم اعمال ان هو مش ليك انت يا محسن اللي هو ان انا رقم اعمالي اقل من 250 الف او 500 الف بالنسبه لضريبه الدخل يعني انا عمال اتصور ازاي من غير مستندات يعني طيب ممكن طلعت ترد حضرتك يا فندم طبعا وطبعا القانون 152 حدد ضوابط رقم الاعمال هو القانون هو اللي حدد فقال والله لو في تاريخ عمل القانون الممول ده كان عنده ربط ضريبي من واقع قرار لجنه داخليه او قرار لجنه طعن او حكم محكمه لو هو عنده ربط ضريبي في تاريخ العمل بالقانون
يبقى رقم الأعمال من خلال هذا الربط الضريبي هو الأساس في تحديد قيمة الضريبة القطعية اللي هتفرض عليه. طب لو ما كانش في عنده ربط في الملف بتاعه أو إن الممول بتاعي ده بدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 152، قانون قال بشكل واضح خالص رقم الأعمال اللي هيحطه في إقراره هو ده هيبقى الأساس في تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، سواء كانت ضريبة قطعية أو ضريبة نسبية. وأضاف بعد كده كمان القانون وقالوا هذه الضريبة تسري لمدة 5 سنوات. يعني حط في الإقرار دون أن يكون مؤيد بمستندات خالص يا أستاذ طلع. ده خالص، هو القانون 152 لما نرجع له هو لم يستلزم وما طلبش من الممول. يعني أنا ممكن أقدم إقرار وأقول أنا رقم أعمالي 200,000 وخلاص، ما إحنا مصلحة الضرائب ما عندهاش أي صلاحية لأي حد. 200 كتير يا دكتور مصطفى. القانون كتير. لا ما هيدفع، هو هيدفع على 250. هو القانون 152، القانون 152 ما حطش لمصلحة الضرائب أي صلاحيات أو أي رقابة على رقم الأعمال في المرحلة دي، ولكن قال بعد 5 سنوات مصلحة الضرائب هتقوم بإعادة تقييم رقم الأعمال الوارد في الإقرار، وهل هو يتناسب مع إيرادات الممول والمستندات والبيانات والمؤشرات اللي موجودة لديها أم لا. إذا رأت التعديل يسري على السنوات اللاحقة ولا يسري على السنوات السابقة. خليني بس الاول اكد ان انا لما اتكلمت على انك انت اتكلمت على الحاجات الاساسيه هي لم تحمل معنى الاعتراض. لا لا خالص لم تحمل الاعتراض على عرض العرض كان ممتاز. الحاجه الثانيه الاشاره لرقم اعمال، يعني لما يشير لرقم اعمال يعني جابه منين؟ يعني ما هو برضو لازم يعني التزامه مستحيل يعني. طيب ما تخلونا بس اسمحوا لي يعني عايزك يا دكتور دقيقه واحده بس يعني خلينا طيب يعني لما بنبقى متفاهمين فلسفه القانون بيبقى سهل جدا بعد كده ان احنا نتقبل امور صعب في الاحوال العاديه ان كان عقلنا يتقبلها وان مصلحه الضرائب تشتغل كده. هي الفكره كلها من القانون ده ايه؟ الفكره دي كلها ان انا عايز احقق هدف معين، الهدف المعين ده ان انا عايز ادخل الاقتصاد غير الرسمي ده، انا عايز اقول له تعالى خش معايا. وانا بتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي انا بتعامل هنا مع نفسيه الممول، يعني انا لما بقول له تعالى خش معايا وافتح ملف ضريبي ورخص وخش معايا في المنظومه الرسميه، الممول بتاعي عنده تخوف يقول لي ما انا لو جيت لك النهارده انا هتبدا تقول لي انا شغال من 5-6 سنين، هتبدا تيجي تقول لي اديني الضريبه بتاعتي في خلال 5-6 سنين السابقه. والقانون بيقول له لا يا سيدي انا بطمنك تعالى لي النهارده، ولما تجي لي النهارده من التاريخ اللي هتجي لي فيه انا هديك عفو ضريبي على السنوات السابقه. مش كده وبس، انا يعني ريحتك في السنوات السابقه وانا هطمنك كمان على السنوات الجايه ان انا بعمل لك ضريبه قطعيه او ضريبه نسبيه. الفكره كلها من اسم القانون، قانون بيتكلم عن تنميه مشروعات. انا اعتقد ان المشرع هنا في الحاله ديت هو عايز المشروعات دي تخش معايا في المنظومه الاساسيه وتكبر قدام عينينا. ايه المانع؟ هو وطبعا انتوا استفزتنا في المساله دي، قانون الضريبه مش طول الوقت الهدف بتاعه مالي ابدا على الاطلاق، في اهداف اقتصاديه واهداف اجتماعيه اهم بكتير من الاهداف الماليه. وانا لما بقول مشروع ويكبر ويكتب 200,000 ويدفع لي 1000 جنيه كل سنه ويكبر المشروع ده ويدخل عماله جديده ويتوسع ورقم اعمال يزيد، هيجي بعد كده هيدخل لي ضريبه. هي الفكره كلها انا عايز ايه من التشريع؟ لما ابقى انا متفهم تماما انا عايز ايه من التشريع ممكن اتقبل فكره ممكن تبقى غريبه عليا في الاحوال العاديه. شكرا يا استاذ طلعت. وبعد مضي ساعتين ونص من بدايه ما علقتش على استاذ مصطفى على دكتور مصطفى. حد ينفع يعلق دكتور مصطفى؟ لا 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 من حقه يعلق، وانا طبعا بتحفظ بحق في الرد. لا تفضل. طيب ادينا قاعدين لغايه اذان الفجر، اتفضل يا محسن. لا لا انا ليا طبعا دكتور مصطفى استاذنا وطبعا هو اسهب في الشرح، بس احنا يعني ما تعودناش في مصر اننا نعلق على كلام الرؤساء. ما لا الرئيس سابقا سابقا نعلق سابقا نعلق، وبعدين ده مش هيبقى قول له ده انا بعلق على باحث مش على موظف. انا تعليقي مش لغرض التصحيح ولا حاجه، لا هو الغرض بس ايضاح بعض النقاط والاتفاق عليها، انا مش تعليق على كده. لا يعني انا بتفق جدا انا بتفق جدا مع دكتور مصطفى ان البلوجرز واليوتيوبرز مهنيين
وبرضه مع الاستاذ عمرو مهنيين، ودول يستوجب عليهم التسجيل في الضريبه على القيمه المضافه وعدم تسجيلهم في ضريبه القيمه المضافه طبقا لاحكام قانون 67 بيعرضهم للتهرب الضريبي، بغض النظر بقى كان عن رقم الضريبه قد ايه. بتفق جدا مع استاذ عمرو ان مؤدي الخدمه هو اليوتيوبر، تمام كده، وبالتالي فكره التكليف العكسي هنا والسيلف ريجستريشن ده مش وارد. ليه؟ لان انا مؤدي الخدمه موجود في مصر، هو لو متلقي الخدمه هو اللي موجود في مصر ومؤدي الخدمه هو اللي خارج مصر، يبقى هنا ببدا الجا الى التكليف العكسي والسيلف ريجستريشن. لكن انا مؤدي الخدمه ابن بلدي موجود عندي هنا، والخدمه اللي هو والخدمه اللي بيقدمها هي خاضعه للضريبه، خاضعه للضريبه بقى بسعر 10، خاضعه للضريبه بسعر 14، خاضعه للضريبه بسعر 0، هي على العموم خاضعه للضريبه. فهنا يعني ما فيش مجال ان احنا نشتغل في التكليف العكسي وماده 32 في قانون 67، لان مؤدي الخدمه موجود في جمهوريه مصر العربيه، ومش مطلوب ان هو يبقى ليه وكيل، لا ده مطلوب ان هو يسجل في الضريبه على القيمه المضافه. طبعا احنا لما بدانا نعمل تعديلات الضريبه على القيمه المضافه تواصلت مع الدكتور استاذ دكتور مصطفى عبد القادر، واخدت فعلا منه السمبليفايد ريجستريشن علشان خاطر ندعم بيه تعديلات ضريبه القيمه المضافه، والحقيقه ما تاخرش معانا في دعمه الدايم لينا، والحقيقه فعلا حطيناه في تعديلات الضريبه على القيمه المضافه وفقا لما يتماشى مع المنتاليتي بتاعت ممولين الشعب المصري، هي اللمسه المصريه اللي الدكتور مصطفى اتكلم عليها. في نفس الوقت انا عايز اقول لحضراتكم ان 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 مش عايزين نركز كل شغلنا على اليوتيوبرز والبلوجرز، زي ما عمرو بأكد عليه وبيأكد علينا جميعا، في انشطه كتير جدا على المنصات الالكترونيه. انا استمتعت جدا بسماع مقترحات حضراتكم، وزي ما عودتنا نقابة التجاريين ان هي تعمل مذكرة وترفعها لمكتب معالي رئيس المصلحة، ونبتدي ندخل آراء حضراتكم كمجتمع مهني، كمجتمع مدني بيساهم في اعداد الأدلة الإرشادية اللي هتبتدي هنبدأ. الدكتور محسن عنده قفل، عنده افتح الصوت يا دكتور محسن من عندك، افتح الصوت يا دكتور محسن من عندك. ممكن يكون الاستاذ عماد قفل عليه او لا لا هو ممكن. افتح من عندك يا دكتور محسن الصوت. طيب هو اتفتح، انا صوت انا رجعت تاني. فاحنا في انتظار مذكره من حضراتكم بالاراء اللي تم عرضها في اسرع وقت ممكن ان شاء الله، عشان خاطر ناخدها في الاعتبار واحنا بنعمل الادله الارشاديه للنشاط. بشكركم جدا. في عجاله سريعه يا دكتور عبد الرسول، في عجاله سريعه بس، هو انا اللي انا قلته مش عايز اقول ما اختلفش عن اللي انت قلته وانا بعيده تاني. انا بتكلم كلمه يوتيوبر لا تطلق الا على شخص كونتنت كرييتور بيدي المحتوى لليوتيوب. خلينا نتفق الاول ان هو ده معناه، غير اللي انت اللي احنا بنتكلم شو تايم والكلام ده، دي حكايه تانية. لا انا بتكلم على اليوتيوبر اللي هو شخص بيعمل محتوى وبيديه لليوتيوب. هنا السؤال، اكمل كلامي، انا بتكلم على فهمي انا، عشان بس يبقى الكلام عشان كده انا قلت لكم ايه، ما تتخذش في السياق انه مش مطالب يسجل على الاطلاق، لا انا ما قلتش كده، لكن انا بتكلم على انه لو عمل خدمات لمستفيدين هنا دي حكايه مختلفه. اللي انا بقوله هنا بس عايز عشان يبقى الكلام محدد، انا النهارده بدي المحتوى لليوتيوب ببلاش، وانا بتكلم على اللي بيدي ببلاش. اليوتيوب بيعمل ايه؟ ايراداته زي ما انا قلت لك بالنسبه لشبكه القيمه، بياخد المحتوى دون اللي هو بيعتمد على عدد ضخم من المستخدمين، بيروح يعمل عقد مع معلن، العقد بين المعلن وبين اليوتيوب، ده الجزء الثاني من المنظومه. الجزء الثالث ان هو لما بيحدد الايرادات، اكمل فكرتي عشان تتفهم في السياق بس. الجزء الثالث ان هو لما بيجي يوزع يديله مبلغ مقابل المحتوى، بيعتمد على عدد المشاهدات وعدد النقد على مستوى كل الدول. هنا بسأل، المشاهد ما بيدفعش فلوس، اللي بيدفع فلوس اعلان في مواجهة، فاللي بيؤدي خدمة الاعلان هنا
اليوتيوب لصالح المعلن، آسف، الخدمة بتؤدى للمعلن ومؤدي الخدمة خدمة الإعلان هو اليوتيوب، ما فيش علاقة مباشرة بين اليوتيوبر وبين المعلن. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إذا افترضنا جدلا إني أنا في النهاية هيجي اليوتيوب، أنا اديته المحتوى ببلاش وجينا هو اداني اليوتيوب، اليوتيوب قال لي والله انت ليك 100,000 جنيه، فانا خدت 100,000 جنيه. انا هنا في الحالة دي الاصل اني اللي بيدفع الضريبة على القيمة المضافة هو المستهلك، مش كده؟ مش اللي بيحقق الايراد. فاذا اعتبرنا جدلا هنا المستفيد من المحتوى مين؟ اليوتيوب. انا قلت لك لو افترضنا جدلا دون، انا بقول ان من مصلحة اليوتيوبر ان هو يسجل في هذه الحالة. ليه بقى؟ ليه؟ هو هيثبت الايرادات داخل زي ما احنا اتفقنا مع الاستاذ طلعت، هي هيسجل بسعر صفر لانها تعتبر تصدير، لان اللي استفاد من الكونتنت نفسه المحتوى هو اليوتيوب. هنا نقطة الخلاف يا فندم. نعم، هنا نقطة الخلاف هنا فندم، نقطة الخلاف هنا ان انا يعني انت مش عايز الخدمة هنا مش هتعتبرها خدمة مصدرة اذا كانت خدمة. يعني اول حاجة نبتدي ان هي الخدمة خاضعة ولا غير خاضعة؟ لا لا، الخدمة انا بتكلم اللي بيدفع الخدمة مين، انا مش مختلف. ماشي نبتديها خطوة خطوة. خدمة خاضعة ولا مش خاضعة؟ ما انا بقلت لك اهو خاضعة. خاضعة صح كده؟ يعني بيستوجب عليه ان هو يتسجل ولا مش يتسجل في الضرائب؟ طيب خاضعة بسعر صفر يتسجل في الضرائب، ما خاضعة بسعر صفر خليني هيتسجل خدمة خاضعة يتسجل. ما انا قلت لك نجمع الاعداد، نجمع المسجلين ونشوف طبيعة الخدمة اللي بتقدم، نشوف اطراف الخدمة، متلقي الخدمة، الحاصل على الخدمة، بعد كده نبدأ نشوف سعر الضريبة وده هنحدده يا دكتور مصطفى. خلينا نقول عشان انا ما توهش اليوتيوبر اللي بيتفرج عليا، هو خدمة. اليوتيوبر لا، لازم خليني خدمة. مين اللي هيدفع الضريبة؟ لا خلينا بس نوجه اليوتيوبر ان عدم تسجيله في مصلحة الضرائب في الوقت الحالي هو تعرض ضريبة، ويريد حضرتك تتفق يعني معايا في كده. يبقى احنا بقى انا لا يعني انا اذا كانت المسألة بالتهديد بانه متهرب ضريبي لا علشان لا اجيبه، مش تهديد، يبقى احنا كده مختلفين. مش مش تهديد يا فندم، مش تهديد، هي الفكره. لا مش تهديد. انت خلينا براي حضرتك انك خلينا نختلف بعد اخر مداخله. طيب خلينا نختلف بعد اخر مداخله. اسمحوا لي، انا كنت عاوز اختم لولا وجود اخ عزيز لا يقل في معزته عن الدكتور محسن والاستاذ طلعت عبد السلام، الأستاذ هاني العطار، قيمة مضافة، وهو طالب التعقيب، أرجو الأستاذ عماد يفتح له. وهاني العطار فاحص ضريبي من الطراز الأول، وحالياً عضو لجنة طعن قيمة مضافة، لكن لفت نظري خلال الأيام اللي فاتت أنه كان بيدرب مأموري الضرائب الجدد، فعاوز أشوف تعليقه على موضوع المؤسسات الرقمية واسأله قلت ايه للجماعة الجداد يا هاني؟ افتح الصوت من عندك يا هاني. استاذ عماد الجندي افتح الاستاذ هاني العطار، هو بين الصورة بتاعته. يفتح من عنده بس، يفتح من عندك يا هاني، افتح الصوت من عندك. طيب السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور محسن، وسلامي لجميع الاساتذه الافاضل، الاستاذ طلعت عبد السلام لو موجود، والدكتور محسن طبعا يعني انا اخ اصغر ليهم وتلميذ لحضراتهم طبعا، ولحضرتك يا دكتور والدكتور مصطفى عبد القادر طبعا يعني. ربنا يخليك. فاسمحوا لي بس يعني بالتعليق كده في عجاله سريعه استكمالا للفكره بس يا دكتور محسن. انا بالنسبه لي لما بتكلم عن موضوع اليوتيوبرز والبلوجرز، انا من وجهه نظري الخاصه بقول ان الموضوع فيه يعني عدد اتنين علاقه تعاقديه. تمام، العلاقه التعاقديه الاولى المفروض بين اليوتيوبرز واليوتيوب اللي هي شركه يوتيوب، دي العلاقه التعاقديه رقم واحد. العلاقه التعاقديه رقم اتنين المفروض بين اليوتيوب و الشركة اللي بتبقى عايزة تعمل محتوى إعلاني على اليوتيوب، على المحتوى اللي مقدم أصلا من اليوتيوبر. معايا دكتور؟ تفضل.
دكتور محسن معايا برضو؟ معاك محسن، سامع وتفضل. دكتور محسن مش عارف سمعني ولا لا، بس اوكي سامع، بس افتح الصوت يا دكتور محسن. تمام دكتور محسن سامعني؟ هو قافل الصوت. هو اكيد سامعك، هو اكيد سامعك بس مش عارف يتكلم عشان مقفول عليه. تمام يا فندم. تمام. فانا من وجهة نظري دلوقتي يا دكتور، حتة وجوبية تسجيل اليوتيوبر انا اتفق مع حضرتك تماما في حتة وجوبية تسجيل اليوتيوبر على اساس انه مؤدي خدمة، ولكن التشريع اللي معانا وحضرتك عارف كويس طبعا حتة فلسفة الضريبة في الحتة دي، ان جه قانون 67 بشكل مختلف شوية عن قبل كده، بانه عمل الخدمة حيث الخضوع ومن عدم الخضوع لسعر صفر بمكان متلقي الخدمة وليس بمكان أداء الخدمة. وبالتالي اليوتيوبر لما بيأدي الخدمة بيأديها لشركة يوتيوب اللي هو شركة يوتيوب برا مصر. وبالتالي من وجهة نظر الخاصة جدا أنا شايف أن الخدمة دي اللي هي من اليوتيوبر اليوتيوب لليوتيوب هتكون المفروض خدمة مصدرة بسعر صفر طبقا لتعريف الخدمة المصدرة الوارد عندي في المادة رقم 1 من اللائحة. ده من وجهة نظري الخاصة جدا. فحتة وجوبية التسجيل انا مش مختلف مع حضرتك نهائيا في حتة وجوبية التسجيل، لان هو بيأدي خدمة خاضعة للضريبة ومصدرة، وبالتالي المصدر ملوش حد تسجيل، وبالتالي المفروض فعلا يتسجل. طيب لكن حتة بقى ان انا هيبقى في ضريبة على الخدمة دي من عدمه، هنا اللي بتكلم فيه، هل يا ترى التشريع اللي معانا دلوقتي يخدمنا في الحتة دي يا دكتور محسن؟ او يعني مش مسألة يخدمنا، مسألة يتيح الامر في استحقاق ضريبة على الخدمات المؤداة بمعرفة اليوتيوبر لشركات يوتيوب. طيب دي الجزئية الاولانية من التعاقد او العلاقة التعاقدية رقم 1، دي وجهة نظر الخاصة برضو اللي بطرحها عن اجتهاد الشخصي في الموضوع. برضو العلاقة التانية التعاقدية طبعا حضراتكم عارفين ان هي المفروض من بين اليوتيوب والشخص الذي يريد الاعلان. طيب احنا عندنا دلوقتي البند 57 في موضوع الخدمات الاعلانية اصلا بشكلها النهائي، سواء ايا كانت طريقة الاعلان النهائية معفاة من الضريبة. تمام، يبقى احنا كده واصلين لجزئية مهمة ألا وهي من وجهة نظر الخاصة ان حتة الضريبة مش هتكون موجودة كضريبة تدفع، لكن هيبقى خاضع للضريبة بسعر صفر لو فرضنا يعني بصحة اجتهادي الخاص في الموضوع. طيب والناحية التانية في موضوع اللي هو الخدمات الإعلانية، الخدمات الإعلانية معفاة. طيب جزئية تانية برضو عايز برضو أتكلم فيها، يعني حتة الموضوع هيتحدد بناء على المشاهدات ومش المشاهدات والكلام. طب وقلنا إن سمعت موضوع برضو إن المشاهدات هيتم تحديدها، اللي جوه مصر هو ده اللي يخضع للضريبة، واللي بره مصر هو ده اللي يكون بقى أعتبره خدمة مصدرة، مع العلم إن المشاهد أصلا ما هواش طرف في العلاقة التعاقدية اللي المفروض بين اليوتيوبر وشركة يوتيوب. المشاهد ليس له اي علاقه وما بيدفعش فلوس، وبالتالي هو مش متلقي اصلا للخدمه. فانا مش عارف برضو الحته دي ايه علاقتها هتكون في احتساب ضريبه القيمه المضافه بالنسبه لي لو انا حسبت على عدد المشاهدات الداخليه اللي جوه مصر، مش عارف على اي اساس. طيب سؤال اخر، هل يا ترى لو فرضنا مجرد افتراض ان اليوتيوبر ده اللي هو عمل الفيديو او الكونتنت ده باي شكل كان، هل يا ترى لو تم بثه من خارج مصر، يعني هو بعت الفيديو ده اللي عمله وبعته مثلا لاي حد بره مصر وليكن الامارات امريكا وتيفر بقى وريفر اي مكان، هل يا ترى لو تم بثه من بره مصر هل يا ترى هتكون المعاملة الضريبية هنا تختلف؟ مش عارف برضه، لان المفروض اصلا اللي بيحكم الموضوع في الامر هو مكان متلقي الخدمه فين. ده وجهه نظري وتعقيبي على الموضوع، يعني اتمنى ان انا ما اكونش طولت على حضراتكم، اسف جدا يعني، ولكن حبيت بس ان انا ادخل مع حضراتكم اتعلم من سيادتكم جميعا. يعني احنا سعداء بيك يا استاذ هاني، ربنا يخليك يا فندم، ارجو ان تكون معنا دائما في هذه المنصه. ربنا يخليك، شرف لي يا دكتور. شرف حوالي 190 دقيقه لغايه دلوقتي، ساعتين
او ثلاث ساعات اللي تلت هو من النقاش خليها 170 دقيقة عشان تبقى مظبوط. نحن على شوق الى ان نستمع للدكتور مصطفى عبد القادر والاخ زكريا حسنين يوم الجمعة وهم بيكلمونا عن المعاملة الضريبية للمؤسسات الرقمية. نحن في شوق الى يوم السبت لسماع الاستاذ محمد طارق يوسف وهو يحدثنا عن الحوكمة وأهميتها في الشركات والمؤسسات والإلزام بها سواء من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ودي إن شاء الله هتبقى الندوة 45 بعد 100 من ندوات الشعبة يوم السبت القادم 16/10 إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر لأخي العزيز الأستاذ طلعت عبد السلام، لأخي العزيز الدكتور محسن الجيار، لأخي العزيز الأستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر، لزملائي الحاضرين المشاهدين الذين نستمتع باللقاء معهم كل يوم سبت وثلاثاء، وإلى أن نلتقي في لقائنا القادم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير جميعاً.